هتكلم معاكم على جزء دكتور هشام عشان هو في بريزنت الاسبوع ده يعني. طبعا يعني هقول لاقدر ايه اللي هخلصه يعني هو غالبا هقول الجزء النهارده وهو 90% من الكويز هيبقى بيش ان شاء الله تمام. بس برضو الناس لازم ما ترجع للمصري ده اقول لك هترجع له منين لا هنكمله لسه يعني لسه هنقول هنكمله بس يعني النهارده هشرح البي جي تي واحل معاكم الكويزات السنه اللي فاتت ان شاء الله تمام. طيب هبدا بس الاول كده اقول لكم الامتحان الفاينل بيبقى مقسوم بالنص وهي الميد تيرم كمان يعني سواء الفاينل او الميد تيرم مقسوم بالنص يعني ممكن في الفاينل على حسب بقى الدكتور هيقول الدكتور هشام هل هيزود سن او لا دي هتبقى يعني الدكتور هيبلغكم بيها ساعتها بس هو الطبيعي يعني النورمال اللي هيحصل انه هيبقى 50 50 ماشي النص ونص يعني. طيب الجزء بتاع دكتور وجدي اللي هو هيبقى اول جزء هو الاو امز الاوبريشنال امبليفايرز بناخد حاجه اسمها الايديال اوب ام والبراكتيكال اوب ام الايديال بقى بالابلكيشنز بتاعته اللي هي السامينج والانفرتنج والسبتراكتور وكل الايه وكل الحاجات بتاعه الاوب امز دي طبعا هناخدها بالتفصيل يعني والبراكتيكال بقى اللي هو الاوب امز اللي هيبقى فرق جوه ما بين الريجليب بتوعه مش متساوي طبعا هنبقى نشوف الكلام ده لما نوصل للاوب امز يعني. بعد كده هناخد دوائر اسمها المالتي فايبريتورز دي دوائر هيبقى من خلالها بتطلع سكوير ويف هي الدوائر اللي بتطلع سكوير ويف وهيبقى ليها ابلكيشنز بقى وهي سيركتس وهيبقى عليها بروجكت كده بسيط اللي هي مثلا دايره نور السلم هيبقى في كذا دايره كده طبعا الدكتور سعيد هيبقى كلمكم عليها اللي هي دايره الثلاث خمسات او المالتي بايبريت سيركتس بعد كده في الاخر هيبقى في حاجه اسمها الفلترز اللي هو يعني ايه فلتر يعني بيبقى في حاجه اسمها هاي باس فلتر ولو باس فلتر يعني ايه هاي باس فلتر او لو باس فلتر اي ويف في الدنيا ليكم مثلا سكوير ويف مثلا يعني سكوير ويف دي بفور يير تقدر تحللها الى مجموعه من الساينات ولا لا الى مجموعه من الساينات ساين مثلا من التردد 50 ساين ثاني من تردد مثلا 300 اسرع شويه ساين من تردد 1000 اسرع اكتر وهكذا ماشي فلما تحللها احنا ساعات بنبقى عايزين نعمل هاي باس يعني ايه كلمه هاي باس؟ هاي باس يعني ايه؟ يعني بيعدي العالي يعني بيعدي الترددات العاليه اللي زي دي صح كده؟ لكن يمنع الترددات دي يعني مثلا لو انا عندي امبليفاير خلاص كده بخش بدخل عليه الويف الامبليفاير المفروض ان هو يكبر السيجنال صح كده؟ لا مش هيكبر اي سيجنال بقى لو دخلته على فلتر هيشيل اللو فريكونسي صح كده؟ ويعدي لك مين؟ الهاي باس صح كده؟ فعشان كده بيسمي الفلتر هاي باس فلتر طب لو لو باس فلتر يبقى العكس يعدي دي وما يعديش الايه؟ الترددات العاليه صح كده؟ فهنشوف طبعا ازاي بقى بنعمله ديزاين الدوائر بتاعت الفلتر دي هتبقى مكونه من ريزيستنس وكاباسيتورز واوب امبس خلاص كده؟ طيب جزء دكتور وجدي مش صعب بس مشكلته ان هو بيترابط كله مع بعضه يعني انت عندك الاوب امبس والمالتي فايبريتورز ممكن تلاقي مساله فيها الاوب امب والمالتي فايبريتورز خلاص كده؟ ودايما مسائل دكتور وجدي تتميز ان هي بتبقى كبيره يعني هو مثلا ممكن امتحان الفاينل يجي ثلاث اسئله كل سؤال هو رسمه واحده مساله واحده بس لامم فيها كل حاجه يعني لامم فيها ثلاث خمسات مع الام المساله الثانيه هتبقى رسم فلتر كبيره يعني بيبقى الموضوع ايه كبير شويه المساله بتبقى كبيره لكن مش صعب يعني ان شاء الله مش هيبقى جزء صعب بتاع جزء دكتور وجدي ان شاء الله يعني وبيبقى فيه حاجات مضمونه في الفاينل يعني بالذات الفاينل حتى هو الدكتور نفسه بيبقى هيبقى مبلغكم بيها يعني انه مثلا في اثبات معين بيبقى 10 درجات فانت هتبقى ضامن حاجه معينه مساله الفلتر بتبقى برده مضمونه يعني في كام حاجه كده بتبقى ايه بتبقى مضمونه في امتحان الالكترونكس تحديدا جزء دكتور وجدي وطبعا هو برده هيبقى لكم يعني ان شاء الله الكلام ده يعني من ايام انا ما كنت طالب كانت القصه ماشيه بالمنظر ده يعني هو كان الدكتور بيقول ايه الحاجات اللي هتبقى يعني هدايا زي ما بيقولوا طيب ده كده هيبقى جزء دكتور وجدي وده مش هيبقى فيه كويزات هيبقى فيه اللي هو مثلا بروجكت بسيط كده دوائر معينه كده لما تخشوا في الثلاث خمسات الدكتور هيبقى يطلبها منكم. الجزء الثاني اللي هو جزء دكتور هشام وده هيبقى امتداد للجزء بتاع السنه اللي فاتت اللي هو البي جي تي والموسفيت امبليفاير احنا خدناها بطريقه معينه بنجيب الار انبوت والار اوت والجين بطريقه معينه خلاص كده
السنه دي هنعمل نفس الكلام بس هنجيب الجين والجين والار ان والار اوت بطرق مختلفه. خلاص كده هناخد اول جزء منها النهارده حاجه اسمها شورت كاتس. يعني ايه؟ ان انا ممكن بالنظر اعرف المقاومه اللي انا هيبقى شايفها بكام، الار ان بكام او الار اوت بكام. خلاص كده غير السنه اللي فاتت كنا بنقعد نعمل اثباتات طويله لحد ما نوصل للار ان والايه والار اوت. وكذلك هيبقى في قصه ثانيه ازاي تحسب الجين برده، يعني الجين هيبقى ليه مفهوم تاني ازاي نحسب الجين. هيبقى في حاجه جديده اسمها جي ام كابيتال في الار اوت. خلاص كده تمام، بس دي مش هنقولها النهارده، يعني احنا النهارده هنقول الشورت كاتس. ماشي طيب، ده هيبقى البي جي تي والموسفيت امبليفاير. هنحسب زي اللي كنا بنحسبه السنه اللي فاتت الار ان والار اوت والفولتج جين بطرق جديده. خلاص كده طيب، الجزء اللي بعد كده وطبعا الكلام ده لازم يعني هراجع سريعا برضو على الحاجات بتاعت السنه اللي فاتت لانه ده هيبقى ايه داخل معانا، يعني هيبقى حاجات بقى اللي هي البيزكس بتاعت المنهج اصلا اللي هي المنهج الاولى كله هيبقى بالنسبه لنا البيزكس. ماشي، هو مش كله 100% اكيد، اللي هنحتاجه انا هرجع لك عليه يعني هرجع لك عليه. خلاص كده طيب، بعد كده هناخد حاجه اسمها كاسكودز وكارنت ميرورز. الكاسكودز دي اللي هي بيبقى حاطط كذا بقى موسفت تحت بعض او كذا بي جي تي تحت بعض. بيبقى في حاجه اسمها غير الكاسكودز، في حاجه اسمها الكاسكيدز. الكاسكيدز بيبقى حاطط البي جي تي ورا بعض. احنا خدنا السنه اللي فاتت كان في المالتي ستيج بي جي تي ورا بي جي تي تاني ورا بي جي تي تالت وهكذا، دي اسمها كاسكيدد. خلاص كده كاسكيد. في حاجه اسمها كاسكود بيبقوا محطوطين فوق بعض. خلاص كده يعني انت حاطط الموسفيتس مثلا فوق بعض. ماشي، هنشوف ايه قصه الكاسكودز والكارنت ميرورز دي. الكاسكيدز دي هنبقى نتكلم عليها ساعتها. ده بالنسبه لي يعني كونفيجريشنز معينه بقى من مجموعه من البي جي تي او الموسفيت، بيبقى كذا واحد مع بعض. طيب بعد كده هناخد بقى جزء، طبعا ده بقى جزء شهير جدا وهو ده اللي هيتعبنا شويه في الحقيقه، اللي هو الفريكونسي ريسبونس. خلاص كده، ايه الفريكونسي ريسبونس ده عموما؟ يعني احنا كده كده احنا خدنا مع بعض انه اقدر احسب الفولتج جين بتاع الامبليفاير بكذا، صح كده؟ مثلا 100 تمام؟ خلاص، هل الفولتج جين بتاع الامبليفاير ده بيتغير طبقا لحاجه؟ لا، خلاص هو طلع بتاع المساله دي 100، صح كده؟ هنكتشف السنه دي انه لا، الجين ممكن يتغير على حسب الانبوت سيجنال الاي سي اللي انت مدخله. مش انت الجين ده كان بيعبر عن الجين اللي هتتضرب فيه الاي سي سيجنال الصغيره اللي انت مدخلها على الانبوت، هتتضرب في جين معين عشان تتكبر على الاوتبوت، صح كده؟ السنه دي بقى تكتشف ان الجين ده بيتغير مع التردد. يعني ايه بيتغير مع التردد؟ وليه بيتغير مع التردد؟ هتلاقي ان هو بيرسم لك كيرف ما بين الجين وما بين الاوميجا او الفريكونسي. الاوميجا دي اللي هي الاوميجا بتاعت مين؟ بتاعت الانبوت سيجنال اللي داخله اللي انت عايز تعمل لها امبليفيكيشن، صح كده؟ هتلاقي الجين بتاعك حاجه بالمنظر ده. يعني ايه حاجه بالمنظر ده؟ يعني مثلا لو التردد ب 10 غير لو التردد ب 100 غير لو التردد ب 1000، هتلاقي ان في كل تردد يقابله ايه يا جماعه؟ جين معين، صح كده؟ يعني السيجنال ترددها بيفرق في الجين اللي هتضرب فيه. خلاص كده؟ طيب حد يقدر يقول لي ده يعني امتى ده يحصل؟ يعني ايه اللي يخلي دايره كهربيه يخش فيها موضوع التردد ده يغير في الجين؟ يعني انت عندك المقاومه، هل المقاومه ليها اي علاقه بالتردد؟ لا. ايه اللي ممكن يبقى ليه علاقه بالتردد؟ السيجنال الكاباستورز. الكاباستورز هيبقى في الدايره بتاعتنا كاباستورز. الكاباستورز دي جواها لو تفتكر اللي هي اوميجا سي، صح كده؟ فالاوميجا دي لو اتغيرت يبقى هتغير في الجين بتاع الايه؟ بتاع الدايره. خلاص كده؟ فهنشوف بقى طبعا القصه دي بالتفصيل ساعتها، اللي هي موضوع الفريكونسي ريسبونس اللي هو الجين هنرسمه اجينست الفريكونسي. خلاص كده؟ ده هيحصل امتى؟ لما تبقى جايب كاباستور جوه الدايره الكهربائيه جوه الدايره بتاعت الامبليفاير، صح؟ احنا السنه اللي فاتت في اولى كنا بنتعامل الكاباستور ايه؟ يا اما اوبن سيركت في الدي سي يا اما شورت سيركت في الاي سي. هل كنا بندخله في الحسابات؟ لا، ما كناش بنعتبره امبيدنس اللي هي اوميجا سي واحد على اوميجا سي، لا خالص، كنا بنعتبره ان هو ايه؟ شورت سيركت. فعشان كده كان الجيم بيطلع لك رقم ثابت رغم ان ده مش صح. هنكتشف ان السنه دي الكلام ده مش صح 100%. خلاص، يبقى الفريكونسي ريسبونس هترسم الجين اجينست ايه؟ التردد. طيب بعد كده هناخد حاجه اسمها الفيدباك والديفرنشال امبليفايرز. الموضوعين دول مع بعض كده هيقولوا لك الاوب ام من جوه، يعني انت الاوب ام بتاعنا بناخده في جزء دكتور وجدي بتاخده كبلاك بوكس، يعني انت ما تعرفش ايه اللي جواه، صح ولا لا؟ لا، مع الدكتور هشام بقى الموضوعين دول هتفهم جوه الاوب ام ده في ايه. خلاص كده، هتلاقي في ديفرنشال امبليفايرز وفي حاجه اسمها فيدباك، فهنفهم ايه القصه بتاعت الاوب ام بقى بشكل افضل شويه في جزء دكتور هشام. هناخد الاوب ام من جوه،
خلاص، غير دكتور وانجي. دكتور وانجي بياخد الأوبئام كبلاك بوكس وبيبتدي يتعامل بيه. دكتور هشام الجزئين الاخرانيين هيبدا يخش جوه الأوبئام بقى ده ويعرف جواه ايه بالظبط. خلاص كده. طيب ده كده الفكره العامه بتاعت الماده، الكونتنتس بتاعت الماده سريعا طبعا. اكيد انت مش هتبقى فاهم يعني حاجات كتير من اللي انا بقولها، بس انا بقول لك بس المواضيع هتبقى ايه يعني. ماشي. النهارده هنعمل ايه؟ انا النهارده هبتدي اتكلم على البي جي تي، هعمل ريفيو على البي جي تي سريعا كده، الحاجات اللي احنا هنحتاجها معانا. بعد كده هخش في الشورت كاتس بتاعت الار لوجنج فروم بيز والار لوجنج فروم امتر وكوليكتور، وابتدي احل مسائل على جزئيه الشورت كاتس اللي هي الار ان والار اوت. احل بقى مسائل من الكويزات بتاعت السنه اللي فاتت على الكلام ده. خلاص تعالى نبدا بقى نشوف كده ريفيو على البي جي تي. نعمل مراجعه عليه كده. هنزلها قبل الكويز، يعني انا الناس تنقل ورايا مثلا الاسئله اللي انا هكتبها والكويز اللي انا كتبته، لان انا شايف سهم بتاعه خارج، سهم الميتر خارج، اما البي ام بي بيبقى سهم الميتر ايه؟ داخل. خلاص كده؟ وطبعا اي يعني السهم ده هو مكان مين؟ هو مكان الميتر. خلاص كده؟ دايما بنحدد مكان الاميتر هو مكان الايه؟ مكان السهم، يعني ده الاميتر وده الاميتر. خلاص كده؟ ممكن ارسم البي ام بي بشكل ثاني، ممكن ارسمه كده. فين الاميتر؟ اللي فوق، يبقى ده الاميتر وده الكوليكتور وده الايه؟ البيز. خلاص كده؟ طيب اتجاه التيار في نفس اتجاه السهم، يعني اتجاه السهم كده، يبقى اتجاه التيار بتاعك كده، ده الاي كوليكتور وده الاي اميتر، وبالتالي الاي بيز هيبقى رايح فين؟ رايح في اتجاه السهم اللي هو الاي بيز، صح كده؟ يبقى ده كده الاي كوليكتور زائد الاي بيز هو الاي مين؟ هو الاي ميتر. ماشي؟ طيب بالنسبه لده اتجاه السهم كده صح؟ يبقى اذا الاي ميتر لفوق وزيه الاي كوليكتور، وبالتالي الاي بيز هيبقى في نفس الاتجاه اللي هو ايه؟ ناحيه الشمال بقى، صح كده؟ طيب حد يقول لنا بقى اتجاهات البي ام بي ده عامله ازاي؟ اولا السهم بتاع الميتر نازل، يبقى اتجاه الاي ميتر فين؟ تحت، ده الاي ميتر، والاي كوليكتور زيه، صح كده؟ طب الاي بيز مع السهم يعني ايه؟ ها؟ مع السهم يبقى شمال، صح ولا لا؟ ده كده الاي ميتر، هي المشكله دي؟ سوري الاي بيز، تمام؟ في مشكله في القصه دي؟ واضح؟ يبقى دي كده الفكره طبعا اللي هي البيزكس الرئيسيه، اللي هو بقى انت عندنا ثلاث رجلين، بيز والميتر والكوليكتور، مكان السهم هو الميتر، وهو ده اللي بيحدد اتجاه الايه؟ الكرنس. خلاص كده؟ طيب المودز اوبريشن بتاعت البي جي تي عندنا اثنين مودز رئيسيين اللي هم الاكتف مود والساتوريشن مود. خلاص كده؟ بالنسبه للاكتف مود، وده اللي احنا بنستخدمه كفولتج كنترول كرنت سورس، صح كده؟ ده اللي بنستخدمه ككرنت سورس في البي جي تي، يعني بيبقى عندنا تو جانكشنز اللي هم ايه؟ الاي بي جانكشن والسي بي جانكشن. ايه الجانكشنز؟ دي كانت الاميتر وده كان الكوليكتور وده كان البيز، صح كده؟ عشان اخليه في الاكتف بعمل ايه؟ بعمل اي بي فورورد بايس والسي بي ريفرس بايس. يبقى الاي بي هنا هتبقى فورورد والسي بي ريفرس. طيب يعني ايه فورورد ريفرس؟ يعني لو انا عندي بي ان جانكشن كده عايز اخليها فورورد، يعني احط عليها بطاريه عامله ازاي؟ البي مع البوزيتيف والان مع النيجاتيف، صح كده؟ يبقى دي هتبقى بولاريتي بتاعتها بالمنظر ده، دي كده فورورد بايس، صح ولا لا؟ اما الناحيه الثانيه هتبقى عامله ازاي؟ ريفرس. يعني ايه ريفرس؟ يعني الان مع البوزيتيف و البي مع الايه؟ مع النيجاتيف، صح كده؟ يبقى ده كده التوصيله بتاعت الاكتيف مود. طيب بالنسبه للساتوريشن توصيلته عامله ازاي؟ هيبقى الاي بي برضه فورورد. خلي بالك قاعده كده كده في البي جي تي اصلا عشان يشتغل ان البي بي تبقى ايه؟ تبقى فورورد، ده كده كده. لكن لو انت عايز تشغله في الاكتيف يبقى انت تخلي السي بي جانكشن ريفرس. لو عايز تشغله في الساتوريشن بتعمل ايه؟ دي كده كده فورورد ما فيهاش كلام، دي كده كده فورورد. بس لو عايز ساتوريشن بقى يبقى السي بي تبقى ايه؟ تبقى هي كمان فورورد. فساعتها هيبقى ده فورورد. يعني ايه فورورد بقى؟ البي مع البوزيتيف والان هي اللي ايه؟ اللي مع النيجاتيف، صح كده؟ تمام؟ يبقى دي التوصيله بتاعت المودز اللي هي الاكتف والساتوريشن. طيب المودز دي بتفرق في ايه في الكاركترستكس بقى عشان نفتكر كده مع بعض؟ احنا كان عندنا مجموعه كيرفات نفتكرها، الاي سي اجينست الفي بي، صح كده؟ كان في معادله مشهوره جدا اللي هي الاي سي ايكوال الاي اس اكسبوننشال في بي اي على الفي دي. دي كده كانت المعادله بتاعت الاي
كل الكتب صح ولا لا؟ ومن هنا جت فكره ايه؟ انه طبعا المعادله دي فاليد فين يا جماعه؟ في الاكتف بس صح كده؟ المعادله دي بتقول ايه؟ بتقول ان الاي سي بتعتمد على حاجه واحده بس اللي هي مين؟ الفي بي اي صح كده؟ لو الفي بي اي اتغيرت يبقى الاي سي تتغير، لو الفي بي اي ما اتغيرتش يبقى الاي سي مالها؟ مش هتتغير صح ولا لا؟ فمن هنا قال لك ايه؟ قال لك والله طيب يبقى انا البي جي تي بالنسبه لي اهو بلاك بوكس كده، ده البي جي تي كده صح ولا لا؟ ادي الثلاث رجلين بتوع اللي هم الكوليكتور والاميتر والبيز ماشي. احنا دلوقتي لو قلنا فين طرفين فين الاي سي، ادي الاي سي اهو صح كده. طيب لو انا جبت بطاريه كده اهي، دي بطارية اسمها الفي سي اي ماشي، وقعدت اغير فيه تمام، بس انا ضامن انه الجهاز بتاعي في الاكتيف مود، يعني ضامن ان الجهاز بتاعي في الاكتيف مود، وقعدت العب في الـ في الفي سي اي، المفروض هل الاي سي ده يتغير؟ الاي سي بتاع البي جي تي هل بيعتمد على الفي سي اي؟ لا، بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الفولتج اللي انا هعلمك عليه ده اللي هو ده دي كده، هو ده الفولتج اللي الجهاز بيعتمد عليه صح ولا لا؟ فانا لو عندي بلاك بوكس كده ماشي، وقعدت اغير الفولتج اللي عليه لقيت التيار بتاعه ما بيتغيرش، يبقى الجهاز ده عباره عن ايه بالنسبه لي؟ كارنت صح ولا لا؟ انت قاعد بتغير الفولتج اللي عليه وهو التيار ما بيتغيرش صح ولا لا؟ هل ده ينفع في مقاومه؟ لا، لو انت جبت مقاومه وغيرت الفولتج اللي عليها لازم التيار اللي مسحوب ايه؟ يتغير. فاذا الجهاز ده بالنسبه لنا يمثل كارنت سورس صح ولا لا؟ بس كارنت سورس يعتمد على مين؟ على ال في بي اي. لو ال في بي اي بقى دي اتغيرت يبقى اذا الجهاز ده اللي هيحصل له قيمه الكارنت بتاعه هيتغير صح ولا لا؟ يعني انت عايز الكارنت سورس ده تظبطه على 10 صح؟ طب لو عايز اغيره اخليه 20 يثبت عند ال 20 هلعب في مين؟ هتلعب في ال في بي اي خلاص كده؟ يبقى الاي سي هو بيعتمد فقط على ال في بي اي، ومن هنا جت تسميه البي جي تي بقى اللي هو عباره عن ايه؟ فولتج كنترولد كارنت سورس صح كده؟ يبقى الجهاز بتاعنا في الاكتف مود بيشتغل فولتج كنترول كارنت سورس خلاص كده. طيب الكيرف ده كان عامل ازاي لو حابين نرسمه مع بعض كده؟ ها اهو الاي سي اجينست الفي بي اي، كيرف يتناسب اكسبوننشال يعني كيرف بمنتظم صح كده، ده الاي سي اجينست الفي بي اي. طيب الاي سي اجينست الفي سي اي بقى اجينست الفي سي اي كانت عامله ازاي؟ هتقول لي يا باشمهندس ثابته، هي تفضل ثابته، بس هي تفضل ثابته مدى الحياه ولا كان في ليميت ليها؟ ليميت اللي هو الاكتف مود بس، لكن الساتوريشن ما كانش ثابت صح ولا لا؟ فمن هنا كان الكيرف عامل كده بالمنظر ده، وكان ده الليمت بتاع الساتوريشن اللي هو الفي سي اي ساتوريشن اللي هي كانت في رينج كام؟ 0.2 فولت صح ولا لا؟ دي كانت منطقه الساتوريشن. بعد كده كان في منطقه رماديه شويه اللي هي ايه؟ دي كانت اسمها الديب ساتوريشن صح كده؟ بعدها كان السوفت ساتوريشن لحد كام؟ 0.7 صح كده؟ بعد كده كان اكتف ماشي. بس احنا عموما يعني على اساس ان الكارنت ثابت فممكن اقدر اعتبر ان الجزء ده يعتبر بيشتغل كانه ايه؟ اكتف يعني، حتى ممكن ندخل السوفت ساتوريشن معانا لانه هنا التيار ثابت صح ولا لا؟ طيب يبقى ده كده كان الكيرف بتاع الاي سي اجينست الفي سي. طيب بالنسبه للكارنت ايكويشنز كان عندي معادلات بقى نفتكرها مع بعض كده. في الاكتف مود كنت اقدر اقول ان الاي سي ايكوال البيتا في الاي بي صح كده؟ اقدر اكتب الموضوع ده وابقى متاكد منه، والبيتا دي كانت في رينج ايه؟ من 100 ل 200 تقريبا صح كده؟ طيب هل الكلام ده ينفع اقوله في الساتوريشن؟ لا، الساتوريشن كان الاي سي اقل من الايه؟ من البيتا اي بي خلاص كده؟ يبقى الكرنت ايكويشنز الاي سي كانت على طول بيتا اي بي، اما الاي سي كانت مالها اقل من البيتا اي بي. لكن هل ده يعني انه الاي اي ايكوال الاي سي زائد الاي بي ده في اي حاله؟ لا، ده في كل الحالات صح كده؟ ده قاعده في اي حاله سواء اكتف او ايه؟ اكتف او ساتوريشن. الكلام ده في اكتف او في حاله الساتوريشن خلاص كده؟ يبقى ده كان الكرنت ايكويشنز بتاعتنا في حاله الاكتف مود وفي حاله الساتوريشن. طيب تعالى نشوف بقى نفتكر حاجه ثانيه كانت مهمه بقى للامبليفايرز. طبعا هو المفروض ان انت يعني المفروض ان انت ترجع المواضيع دي تقراها برده انت اكتر مع نفسك اللي هو ايه بتفاصيل احسن يعني اكتر من كده، بس انا بقول الحاجات اللي هتهمنا في المنهج بتاع سنه ثانيه يعني ماشي. بس انت لو عندك وقت ترجع تقرا الكلام ده، مش هقول لك بتفاصيل يعني مش هتروح مثلا تقول لي الدايت كان في موديل للساتوريشن وموديل للاكتف في دايتز وبتاع، لا يعني مش الحاجات دي. انا قصدي ايه الحاجات اللي انا بكتبها دي لو انت مش فاكرها 100% لا ارجع بص عليها دي.
خلاص كده. طيب السمول سيجنال موديل، السمول سيجنال موديل بتاع البي جي تي اللي هو كنا بنتعامل بيه امتى بقى؟ ها بنتعامل بيه امتى؟ في الاي سي اناليسيس صح كده، او في الامبليفاير موديل عموما. انت لما كنت بتتعامل انواع الامبليفاير كنت بتشيل البي جي تي تحط مكانه مين؟ السمول سيجنال موديل صح كده. بص بقى السمول سيجنال موديل كان كالتالي، ادي هنا كان في ار باي، بعد كده هنا جي ام بي باي، ده كان البيز وده كان البروجيكتور وده كان الميتر، ودي الار باي ودي جي ام في البي باي، ودي اسمها البي باي فولتج، ده اسمه البي باي. ده كان السمول سيجنال موديل بتاع البي جي تي. وطبعا البي باي دي كان مهمه جدا في جزئيه الاثباتات، اي اثبات هيبقى بتحاول تجيبه بدلاله الايه البي باي عشان تطلع الكاركترستكس بتاعتك او البارامترز بتاعتك. فده كان الموديل بتاع البي جي تي. وكان في حاجه نكتب القوانين بس الاول بتاعتهم، الار باي اللي هي اللي مش الار باي جي ام طيب كان عندنا قانون طبعا الجي ام اللي هي بنسميها ترانس كوندكتنس، وحدتها ايه؟ وحدتها ايه دي؟ سيمنز، وحدتها سيمنز خلاص كده، اللي هو مقلوب المقاومه، مقلوب المقاومه مقلوب الاوم يعني. الجي ام دي كانت عباره عن الاي سي على الفي تي، والاي سي ده اللي كنت بتجيبه منين؟ من الدي سي اناليسيس حاجه، والفي تي ده اللي هو 26 ملي فولت رقم 6. الار باي هي بيتا على الجي ام، البيتا دي اللي هي بتبقى في حدود ايه؟ 100 يعني صح كده؟ طيب ده كده بالنسبه لي الار باي والجي ام. كان بيقول لك انه الكيرف ان هو يثبت كده ده مش 100% مش سليم يعني، كان بيحصل حاجه اسمها ايرلي افكت اللي هو كان الكيرف بتاعك بيبقى عامل كده صح ولا لا؟ فالاي سي اجينست الفي سي اي ما بيبقاش كونستنت، بيبقى ليه ميل معين صح كده؟ يعني من الاخر كل ما هتزود الفي سي اي لازم الاي سي يتغير صح كده؟ فده كنا بنعبر عنه بايه؟ بالموديل ده. كنت باجي احط هنا مقاومه اسمها ار نود، بحيث ايه؟ لو انا ما كنتش حاطط المقاومه اللي اسمها ار نود دي، كل ما ازود الفي سي اي كل ما ازود الفي سي اي هل التيار الاي سي ده هيتغير في حاجه؟ لا. لكن لما احط الار نود ده فين الاي سي حاليا؟ ده الاي سي صح كده؟ فلما اتغير الفي سي اي هيبدا الايه؟ التيار بتاع الاي سي ده يتغير صح ولا لا؟ ليه؟ لانه في جزء منه ثابت، بس الجزء ده لو غيرت البي سي اي هيتغير ولا لا؟ التيار بتاعه هيتغير. فيبقى اذا وجود الار نود دي بتعبر عن كل لما تتغير البي سي اي كل ما التيار بتاعك هيتغير. فاهمين الفكره ولا لا؟ واضح؟ فعشان كده حطينا هنا ايه؟ الار نود دي. وكان في قانون الار نود اللي هو في اي على الاي سي. الفي اي دي اللي كنا بنسميها الايه؟ ايرلي فولتج صح كده؟ دي كنا بنسميها ايرلي فولتج. والار نود طبعا لو كان الفي اي ايكوال انفينيتي، يعني لو الدكتور قال لك في المساله في اي بانفينيتي، معنى كده ان الار نود بانفينيتي او هي غير موجوده يعني مش هتشتغل دي خلاص كده؟ واضح؟ وانت كده كده ما تتبرعش بوجود الار نود، يعني طبيعي ان انت مش هتحطها الا اذا ذكر صراحه قيمه الفي اي صحيح كده؟ او في حاله ثانيه اللي هي الار لوكينج فروم كوليكتور هنقولها النهارده خلاص كده؟ ان الار لوكينج فروم كوليكتور القانون النهائي في ار نود واضح؟ فمبدئيا انت ما تتبرعش بوجود الار نود الا اذا هو ايه؟ ذكر حاجه زي كده، ذكر الفي اي بقى موجوده خلاص كده؟ طيب ده بالنسبه للسمول سيجنال موديل. طيب تعال افكرك بال اسمه ايه بقى؟ الامبليفايرز ماشي؟ هنتكلم كان عندنا ايه انواع الامبليفايرز ايه؟ ثلاثة كومن اميتر، كومن كوليكتور، كومن بيس، وممكن اتكلم معاك على كومن اميتر مثلا نجيب لها كام حاجة كده؟ وبعد كده نخش في شورت كات. خلاص ماشي. الشكل البسيط الاول بتاع الحاجات دي، بعد كده هتبقى مثلا هنعمل اناليسيس لواحد منهم اللي هو الكومن اميتر. هفكرك بس ان احنا بنعمله ازاي السنه اللي فاتت، بعد كده هنخش في الشورت كاتس اللي بتاعت السنه دي. طيب بص بقى الكومن اميتر طبعا معناه ان الفي انبوت بتبقى بتخش الانبوت من عند البيز، والاوتبوت بيبقى عند الايه؟ عند الكوليكتور. معنى كده ان الاميتر فاضي، عشان كده بيسموه ايه؟ كومن اميتر. كومن بيز ايه اللي هيبقى فاضي؟ البيز. فبندخل الانبوت من هنا وبناخد الاوتبوت من الكوليكتور
عشان كده بيبقى اسمه كومن بيز. كومن كولكتور بتدخل الانبوت من هنا وبتاخد الاوتبوت من الاميتر، عشان كده كولكتور فاضي فبنسميه كومن كولكتور. خلاص كده مين اعلى جين فيهم؟ كومن اميتر جين عالي، كومن بيز جين عالي برضو بس موجب، صح كده؟ الكومن كولكتور كان بيستخدم الجين بتاعه تقريبا كام؟ واحد او اقل، صح كده؟ عشان كده كنا بنسمي ده ايه؟ البفر، صح كده؟ طيب ده بالنسبه لي انواع الامبليفايرز المختلفه. طيب نخش بقى في الموضوع اللي هو احنا هنرسم دلوقتي امبليفاير، وهحتاجك تحسب معايا بقى ايه ثلاث حاجات اللي هم الار انبوت والار اوتبوت والفولتج جين. طيب هل ده هستخدمه السنه دي بالتفاصيل دي؟ لا، بس انا هفكرك احنا كنا بنعملها ازاي عشان لما اقول لك الطريقه الجديده تبقى ايه عارف احنا بنعمل ايه. خلاص فتعال نشوف كونفيجريشن كده للكومن ايميتر سويس ار. مش حابب احط 5 جيجا في التعديل معلش يبقى مسح. خدتش بقى انت خلاص تعودت على الحاجات دي. بنعمل ايه بس السنه اللي فاتت؟ احنا مش هنعمل كده يعني في السنه دي، هتبقى بشكل مختلف. بس احنا فكرك سريعا كده احنا كنا بنمشي الموضوع ازاي. لو عايز كومن ايميتر ويز ار اي يعني او بنسميه كومن ايميتر ويز دي جنريشن، يعني كومن ايميتر بس في مقاومه ايه ار اي تحت، ماشي؟ عايزين نجيب بقى ثلاث حاجات اللي هي الفي اللي هو الار انبوت والار اوت والفولتج جين. خلاص تعال نشوف الكلام ده هنجيبه ازاي. اول حاجه طبعا بتتعامل في الحاجات دي اي سي ولا دي سي؟ دي سي. لا دي سي ايه؟ دي سي. لا لا هو عادي. الامبليفاير بتتعامل معاه ازاي؟ اي سي طبعا. لا مش معصب يعني انت اكيد نجحت في الماده دي يعني. فالامبليفايرز بتبقى اي سي، انت بتعمل امبليفيكيشن للاي سي. خلاص كده؟ فاحنا اي حاجه بنتعامل معاها اي سي. اي سي معناها حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ انه الكاباسيتورز شورت سيركت، صح كده؟ وال اي دي سي باتريز بتبقى ايه؟ جراوند. بتبقى جراوند، صح كده؟ طب لو كان في كارنت سورس بالمره بقى، لو في كارنت سورس اوبن سيركت، صح كده؟ يبقى انا اي كاباسيتور هشوفه اخليه شورت سيركت، اي فولتج دي سي زي دول اخليه ايه؟ جراوند. حد عنده اعتراض؟ يبقى انا لو انا عملت كده يبقى انا ما غيرتش حاجه، دي سلكه في الاي سي ودي جراوند في الاي سي. خلاص كده؟ ده اللي انا غيره، واضح؟ طيب نبدا بقى نجيب الار انبوت ازاي؟ ايه الانبوت امبيدنس؟ الانبوت بتجيبها الانبوت بتاعت الامبليفاير، يعني هي دي من اول هنا كده بتبص من هنا هي دي مين؟ دي الار انبوت، صح ولا لا؟ تمام؟ طيب طبعا هيخش معاك الار بيز دي ولا لا؟ هيخش معايا، ليه هيخش معايا؟ لان هي السيجنال هي دي بس اللي ورا دي بس، صح؟ فانت عشان برضو تبقى يعني دقيق اكتر انت تبص منين؟ من اول، خلي بالك النقطه دي كلها بتمثل ايه؟ في انبوت، صح كده؟ دي كلها في انبوت، فبالتالي الار انبوت هتيجي تبص قبل تفوت الار سيجنال والفي سيجنال وراك وتبدا تبص، صح كده؟ هفوت الار سيجنال والفي سيجنال وابدا ابص. طيب الار اوت، الار اوت السنه اللي فاتت يعني كان لازم الدكتور يحدد، صح كده؟ يعني هنفترض انه هنبص من هنا اللي هو طبعا السنه دي هيبقى في موضوع واضح قوي يعني، وحتى لو جت في الكويز هيبقى الدكتور محدد لك هنبص منين. خلاص كده؟ طيب بص دي كده الار ان، دي كده الار اوت، والفولتج جين طبعا اللي هو الفي اوتبوت على مين؟ المفروض على الفي سيجنال، صح كده؟ الفي الاخير على الفي الاولاني، صح ولا لا؟ طيب بص تعال نفتكر كده كنا بنعملها ازاي. اول حاجه كنا بنعملها عايزين نجيب الار ان، صح؟ حد بقى يفكرنا كده الار ان دي اللي هي كانت مين؟ في ان على اي ان، صح كده؟ فالار انبوت كانت في انبوت على الاي انبوت. طيب تعالى نفتكر بنحسبها ازاي؟ بحسبها ازاي دي بعمل ايه؟ لازم ارسم السمول سيجنال مود. طيب وانا برسم الار ان هل لازم ارسم الار سيجنال والفي سيجنال؟ لا انا ببص من هنا من النقطه دي، صح كده؟ فعلى طول انا ممكن اعمل ايه بقى؟ الاثنين دول اخبارهم ايه؟ بارلل. يبقى اذا دي كده الفي انبوت الاثنين دول بارلل فهسميهم ار بي اللي هي واحد بارلل مع اثنين. بعد كده اخش بقى
البي جي تي ده فوقكم هيبقى ايه؟ البي جي تي ده هيبقى ار باي وادي الموديل بتاعك اهو، ده الموديل بتاع البي جي تي في ار اي اهي، ادي الار اي وادي الار باي وادي جي ام في البي. حد عنده اختار على كده واضح؟ طيب وبعدين بتكمل الامتر خلاص عرفنا واصل بيه الار اي، الكوليكتور بقى واصل بيه، الكوليكتور واصل بيه الار سي وواصل بيه الار اي، يبقى ده كده واصل بيه الار سي وواصل بيه الار اي. حد عنده اعتراض؟ ماشي. ودي الفي اوت. الاي انبوت اللي هي فين؟ فين الاي انبوت؟ ها بص المفروض الاي انبوت اللي هي تبقى دي صح ولا لا؟ تمام. طيب اللي هي داخله على الامبليفاير او داخله مباشره ورا مين بقى يعني الار سي بنرميها وراك خلاص بعدها على طول الاي. ماشي. دي كنا بنعملها بشكل اسهل بقى. ايه هل الار بي دي لازم انا اخش معاها؟ لا خلاص الار انبوت هتبقى ار بي بارلل مع اللي جاي صح كده. ايه اللي جاي ده بقى؟ هسمي ده اي اكس مثلا، هسمي ده اي اكس. طبعا احنا مش هنعمل الكلام ده بالتفاصيل دي السنه دي بس برضه افكرك يعني يبقى بارلل مع الار اكس. فالار اكس دي اللي هي مين بقى؟ اللي هي باصه من هنا صح، فوت الار بي وراك فبالتالي الار اكس دي اللي هي قانونها ايه؟ ها حد فاكر؟ في ان ها على اي اكس، ده كان القانون اللي بنشتغل بيه صح ولا لا؟ طيب يبقى اذا الار ان هي ار بي بارلل مع حاجه مجهوله لسه ما عرفهاش. الحاجه المجهوله دي تعرفها ايه؟ في ان على الاي اللي انت يعني عرفتها جديد دي خلاص كده. دي الار ان ودي الار اكس. يبقى انا هدفي ان احسب الار اكس، بحسب بقى ازاي الار اكس ايه؟ بجيب كل الحاجات دي بدايه مين؟ الفي بار. فتعال نجيبها مع بعض. اول حاجه الفي ان عباره عن ايه؟ الفي ان عباره عن ايه؟ كيف ال في ان خد كيف ال، ادي الفي ان اهي اللي هي الجهد من النقطه دي يعني ده بوزيتيف نيجاتيف في ان، مش ده كده الفي ان؟ كانه سبلاي، كانه سبلاي اسمه في ان صح كده؟ ماشي. وال اخد كيف ال تحتوي على الفي بار، ادي الفي بار. حد بقى يعمل لنا كده الكيف ال دي هتبقى ايه؟ هيبقى الفي ان بيساوي الفي باي بس كده؟ لا زائد الجهد ده صح؟ يبقى الفي ان هتساوي في باي زائد الجهد اللي هو التيار ده في المقابل صح كده؟ التيار بقى لو حد فكرنا بيه ها؟ هيبقى ده زائد ده صح ولا لا؟ ده زائد ده اللي هو مين؟ في باي على ار باي. لازم اجيبه بدلاله الار باي كده الفي باي كده كده. وده اسمه ايه اصلا؟ هو اوريدي جي ام في الفي باي. لحد كده في مشكله؟ واضح؟ يبقى اذا الفي ان هتبقى في باي زائد الدروب. واضح؟ سؤال بقى كنا بنعمل هنا ابروكسيميشن مشهور قوي اللي هو ايه؟ انه الواحد على ار باي اقل بكتير من الجي ام. الابروكسيميشن ده جه منين؟ يعني ايه اساسه؟ انه البيتا ايكوال جي ام في الار باي صح ولا لا؟ وبالتالي ال الواحد يعني البيتا دي رقم عالي قوي صح ولا لا؟ فبالتالي الجي ام في الار باي ده رقم اعلى بكتير قوي من الواحد ولا لا؟ اعلى بكتير من الواحد. فلو وديت الار باي الناحيه الثانيه يبقى اذا واحد على الار باي اقل بكتير من ايه؟ من الجي ام صح كده؟ فده كان ابروكسيميشن مشهور عندنا. وبالتالي حاجه على الار باي زائد جي ام في في باي يعني هتشرب مين؟ هتشرب مين؟ هتشرب الار باي. ده هيتشال، فيبقى لك في باي زائد جي ام في الفي باي في الار اي. ده بالنسبه للفي ان. حد عنده اعتراض؟ واضح؟ تاني خطوه تجيب مين بقى عشان تخلص من الموضوع ده؟ الاي اكس. الاي اكس اللي هو ده صح؟ ده سهل. الاي اكس عباره عن ايه؟ في باي على ار باي. في باي على ار باي. فمن هنا الاي اكس هيبقى جبناه بالمنظر ده يبقى اذا الار اكس هي في ان على اي اكس اللي هو ده على ده. هتلاقي الفي باي هتطير والار باي دي تطلع فوق فيطلع ار باي في واحد زائد جي ام ار. هل ده بيمثل الار انبوت بتاع الامبليفاير؟ لا ده الار اكس. يبقى الار انبوت النهائي بقى هيبقى عباره عن الار بي بارلل مع الار اكس اللي هي ادي الار اكس بالمنظر ده خلاص. ده كان طريقه حساب الار انبوت ان انت بتخش جوه الدايره وتقدر تحسب الار انبوت خلاص. ال R يعني فوت ال R output دي خليها عشان بس ما نقعدش نعمل كتير يعني. ال gain تعالى افتكر ال gain. ال gain لو انا كنت عايز احسبه بالمنظر ده كان هيبقى ايه؟ فاكر؟ في اوت على في ان على في سيجنال. لا ال gain كان عباره عن في اوت على في سيجنال. هيبقى حد من الناس كده ونقدر نعملها ازاي؟ هنقسم جزئين يعني جزء في اوت على في ان ده بجيبه ازاي؟ بالسمول سيجنال. وجزء ال في ان على في سيجنال بجيبه في الديفايدر صح كده؟
يبقى في اوت. طبعا الكلام ده فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ نعم مش فاكرينه. فاكرينه طبعا، ده لازم تقولوا فاكرينه، ولو مش فاكره لازم تفتكر. الجين عباره عن في اوت على الفي ان في الفي ان على الفي سيجنال. دي كنت بجيبها عن طريق السمول سيجنال موديل، ودي كنت بجيبها عن طريق الايه الديفايدر. بعد كده طيب تعال نجيب بتاعه الديفايدر دي الاول. دي كانت بتبقى عباره عن ايه؟ ار ان على كانت محفوظه على طول، ار ان على ار ان زي الار سيجنال. بعد كده ماشي، دي بقى انا محتاج اروح اجيبها من الايه السمول سيجنال. فتعال نشوف هنجيبها ازاي. طيب معنى نجيبها على طول على الرسمه. ادي ال V out على V in. ال V out ال V out تبقى ازاي بقى؟ ها بص الاثنين دول بارلل صح؟ فدي هتبقى التيار في المقاومه بس في اشاره سالبه صح كده؟ يبقى ال V out ال V out على V in هي دي اللي احنا عايزين نجيبها دلوقتي. ال V out كان عباره عن ايه؟ نيجاتيف عشان التيار طالع صح كده؟ جي ام في الـ V باي في ار سي بارلل مع الـ R. حد كان في مشكله؟ طب الفين الفين ما لسه جايبها، عايز تجيبها تاني جيبها كي في ال صح كده؟ اللي هي فين الفي ام؟ اهي في باي زائد جي ام في الفي باي في الار، في باي زائد جي ام في الفي باي في الار. ده كده بالنسبه للفي اوت على الفي ام. يبقى الفي اوت على الفي ام هتساوي نيجاتيف الجي ام في الار سي بارلل مع الار ال على واحد زائد جي ام في مين؟ في الار اي. حد عمل اعتراض؟ فاهمين الفكره بقى؟ فاهمين احنا بنعمل ايه صح كده؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ ماشي. يبقى ده كده الفي اوت على الفي ان. يبقى التوتال فولتج جين هيبقى عباره عن ده على واحد زائد جي ام في الار اي مضروب في الجين بقى اللي هو بتاع الجزئيه الثانيه اللي هو الار اي على الار اي زائد ار سي. طيب ده كده كان الفولتج جين. ولو تفتكر بقى معايا ركز معايا، كانت الار اي دي حد بقى يفكرنا كده. طب المفروض عملت مشروع في الكلام ده. الار اي كانت بتضايق في الجين صح كده؟ لان هي موجوده تحت صح؟ لو ما كانش في ار اي يبقى الجين هيزيد صح ولا لا؟ كنا بنعالج الموضوع ده ازاي؟ احنا بنحط حاجه اسمها باي باس كاباستور هنا كده كده ده الكاباستور ده بنحطه كده عشان في الاي سي بيبقى ايه الكاباستور ده؟ شورت سيركت، وبالتالي بتتخلص من الار اي في قصه الجين صح؟ لكن في الدي سي كان بيبقى ايه؟ اوبن سيركت. وطبعا كان ليها مميزات، مش هنرجع بقى لمميزات الار اي في الدي سي اناليسيس، كان ليها مميزات نرجع لها خلاص. ده كده بالنسبه لي يعني ريفيو سريع كده ازاي كنا بنتعامل مع الامبليفايرز خلاص. فيها مشكله القصه دي واضح؟ بص عشان تفهم ايه اللي هيحصل دلوقتي. اه ماشي مش صراحه عندنا مشكله مع الكلام ده. ركز بقى معايا، احنا دلوقتي هناخد حاجه اسمها شورت كاتس. يعني ايه بقى شورت كاتس؟ يعني المفروض ان انا مجرد ما ابص للفي جي تي من البيز او الاميتر او الكوليكتور اعرف هو ايه؟ اعرف هو هبقى شايف ايه بالظبط؟ المقاومه هتبقى قيمتها كام؟ تمام؟ طيب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني ان هو هيجيب لك مسائل، وفي الجزء الجاي ده على فكره هيجيب لك مسائل فيها 2 بي جي تي خلاص كده؟ وانت المفروض بالنظر لو شواجك بسهم كده الار انبوت تقول له الار انبوت دي بكام؟ خلاص كده؟ طيب هتقول لي يا باشمهندس طب انا هعرفها ازاي؟ انا دلوقتي المفروض ان انت القوانين بتاعت الشورت كاتس دي هتبقى جيفن في الامتحان. يعني الار لوكينج فروم بيز والار لوكينج فروم اميتر والار لوكينج فروم كوليكتور هتبقى جيفن في الامتحان سواء ميد ترم او فاينل. بس المشكله في حاجه هم احنا وصلنا لهم ازاي؟ عشان تعرف احنا وصلنا لهم ازاي انا هعمل الاثباتات بتاعتهم سريعا، مش هطول قوي في الاثباتات. بس هل الاثباتات دي مهمه او علينا؟ لا مش علينا خلاص كده. بس طب ليه هتعملها؟ عشان تبقى فاهم هي جت منين اصلا. مرة واحدة هعملها مرة واحدة في الأول المنهج اللي هو النهاردة، وبعد كده خلاص بعد كده هنتعامل نتفق كده إن الإثباتات دي مش هي اللي هتهمنا، اللي هيهمنا هو إيه؟ اللي طلع لنا في الآخر، خلاص كده؟ واضح؟ فتعالى نعمل الإثباتات دي سريعا مش عارف نطول فيها قوي، وبعد كده نخش نكتب بقى الشورت كاتس بتاعتنا ونبدأ نحل بقى مسائل عامة، خلاص كده؟ فتعالى نشوف الإثباتات بتاعت الحاجات دي. نطلع مع بعض كده سريعا، ركز بقى معايا. طبعا الاثباتات هو الدكتور مش من النوع اللي هيجي يقول لك في الامتحان اثبت لي، يعني ماشي؟ عشان ايه؟ هو هيبقى المهم الكونكلوجن اللي احنا هنوصله. بس برضه قصه الاثباتات دي عشان تفهم بس المواضيع دي جت ازاي. طيب بص احنا عايزين دلوقتي نجيب، لو انا بصيت للبي جي تي من هنا ار لوكينج فروم بيز هشوف ايه، ولو بصيت له من فوق ار لوكينج فروم كوليكتور وار لوكينج فروم امتر. دي بنسميها شورت كاتس خلاص كده.
طيب بص، اول واحده اللي هي الار لوكينج فروم بيز، يعني انا عندي بي جي تي اهو وعايز ابص له من هنا، عايز اعرف انا هشوف ايه. ماشي، اول حاجه طبعا كده كده اي ار ان او ار اوت او ار لوكينج فروم بيز او اي ار يعني عايز تبص من حته، يبقى انت بتشتغل ايه اي سي، خلاص كده. يبقى لازم هتعامل مع الموديل ده بالسمول سيجنال موديل، خلاص كده. حلو، يبقى اذا البي جي تي هفكه هيبقى ار باي وجي ام في البي باي. بالنسبه لي الكوليكتور واصل بالار سي، طبعا دي جراوند صح كده، حتى لو في بي سي سي كده كده انت بتعملها ايه دي اكتيفيشن، والميتر يوصل بالار اي. طيب الفكره بقى كلها لو انا عايز اشوف مقاومه بكام بعملها ازاي، بعمل ايه؟ بحط مكان ما انا عايز ابص، بحط سورس اسمه في تيست مثلا صح كده، والتيار اللي خارج منه اسمه ايه اي تيست صح كده. الار اللي انا هشوفها هي مين؟ الفي تيست على الاي تيست صح كده. يبقى مكان ما انت عايز تبص حط السبلاي الوهمي بتاعك ده صح كده، وقول الفولتج بتاع السبلاي الوهمي ده على الكرنت اللي خارج منه هو ده المقاومه اللي انا شايفها صح كده. فهاجي احط هنا السبلاي الوهمي بتاعي ده اللي هو اسمه في تيست، والتيار اللي خارج منه اسمه ايه اي تيست. ماشي، لو نجحت ان انا اجيب الفي على الاي ده يبقى انا عرفت الار اللي انا شايفه صح كده. بتعملها ازاي برضه؟ ها بنفس الطريقه، روح جيبها بدلاله مين؟ الفي باي صح كده. يبقى هنا في الفي باي اهي، روح جيب لي بقى الفي تيست بدلاله الفي باي والاي تيست بدلاله الفي باي. الفي تيست بدلاله الفي باي كي في ال، كي في ال اللي هي هتبقى ايه؟ في باي زائد في صح كده. يبقى في باي زائد ده اللي هو اي في ار اي، ار اي التيار اللي هو في باي على ار باي زائد جي ام في الفي باي ده الكرنت صح كده. وبرده الابروكسيميشن هعمل مين؟ هعمل يطلع معاك الفي تيست ايكوال الفي باي في 1 زائد جي ام ار اي، ده كده الفي تيست. ماشي، في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ الاي تيست هيبقى عباره عن ايه؟ الاي تيست، الاي تيست هيساوي الفي باي على الار باي على طول، التيار اللي هنا هيبقى في باي على الار، وبالتالي الار لوكينج فروم الميتر سوري فروم بيز ايكوال الفي تيست على الاي تيست اللي هو يطلع في النهايه عباره عن ايه؟ اقسم ده على ده هيطلع ار باي في 1 زائد جي ام ار اي. تمام، يبقى دي اول جزئيه وصلنا لها انه الار لوكينج فروم بيز عباره عن ار باي في 1 زائد جي ام ار اي. خلاص دي كده اول حاجه، حد عنده اعتراض على كده؟ واضح؟ يبقى دي اول جزئيه اللي هي الار لوكينج فروم بيز، هشوف الايه؟ الار باي في 1 زائد جي ام ار اي. طبعا اللعب كله هيكون ايه بقى؟ هي الار اي اللي واصله في المساله دي فعلا ار اي؟ لا مش هتبقى ار اي، امال هتبقى ايه؟ ممكن يحط لك هنا شايف البي جي تي ده يركب وراه بي جي تي تاني، خلاص كده؟ فبالتالي يبقى انت مشكلتك كلها تحسب الار الميتر بكام؟ صح ولا لا؟ فاهمين؟ يعني هتبقى سلسله بقى، يعني انت هتخش مثلا يجيب لك بي جي تي كده، بي جي تي كده ووراه بي جي تي تاني كده. ماشي؟ وبطاريات بقى وايه ومهرجان يعني، هيبقى الموضوع ايه كده. مثلا هو يقول لك انا عايز الار انبوت بقى من هنا، هات لي الار انبوت اللي انا شايفها من هنا، خلاص كده؟ فانت ايه؟ هتقول والله الار انبوت دي هي ار لوكينج فروم مين؟ بيز. بس الار اي بص هنا القانون في ار اي صح؟ طب هي ايه الار اللي واصله بالاميتر؟ لا ده الار اي ده هروح بقى باصص هنا كده، ابص للباشا ده كده، ابص له منين؟ من الكوليكتور، ابقى واخد بقى قانونه واحسبه ويبقى هو ده الار لوكينج فروم اميتر لده، فاهمين الفكره؟ واضح؟ فده اللي هيحصل بقى. بس انت عايز تتعلم الاول الاتصالات دي الاول، فتعال نشوف بقى ايه القصه. ده ار لوكينج فروم بيز، تعال ناخد بقى دلوقتي الار لوكينج فروم الميتر، ده بيز تعال ناخد الميتر. هي اللي اثباتها زباله شويه الكليه. الار لوكينج فروم الميتر، تعال نشوف بقى الار لوكينج فروم الميتر اثباتها. تعال نحسب بقى الار لوكينج فروم الميتر هنعملها ازاي يا جماعه؟ فك السمول سيجنال موديل وحط الايه؟ الفي تيست تحت عشان انا عايز ابص من تحت لده. فادي السمول سيجنال موديل اهو كده كده، ادي السمول سيجنال ده جي ام في البي باي، ودي الار باي اهي، ودي البي باي تمام، والار البيز واصل بيه الار بي، والكوليكتور واصل بالار سي، والاميتر واصل بايه؟ لا ده انا اللي هركب له بقى الفي تيست والاي تيست اللي هم الوهميين دول. يبقى ده كده الفي تيست والاي تيست.
وطبعا التيار خارج ادي الاي تيست ماشي. روح جايب الفي تيست والاي تيست يبقى انا كده عرفت اجيب الايه الار لوكينج فروم الميتر. الفي تيست اللي هي مين هجيبها ازاي؟ كي بي ال. حلو انا هاخد كي بي ال دي هيبقى التيار اللي ماشي ده اللي هو مين يا جماعه؟ في باي على ار باي صح. يبقى التيار في المقاومه اللي هي في باي على ار باي في الار بي ده التيار صح كده. ده الفولتج دروب زائد الفي باي زائد الفي تي ايكوال زيرو صح كده. يبقى الفي تي بتساوي ايه؟ سالب الكلام ده صح ولا لا؟ اهو يعني ايه الدروب ده اي في الار صح كده. الاي اللي هو ده تمام ده الاي في الار زائد الدروب ده اللي هو الفي باي زائد الدروب ده اللي هو الفي تي ايكوال زيرو. يبقى الفي تي هي سالب الكلام ده ماشي. كيف يل الاي تي اللي هي هتبقى عباره عن ايه؟ هتعمل بقى كي سي ال. التيار اللي داخل ده بيساوي ده زائد ده صح كده. او سوري ده زائد ده زائد ده ايكوال زيرو. يبقى ده بيساوي نيجاتيف ونيجاتيف صح كده. يبقى نيجاتيف جي ام في باي نيجاتيف في باي على ار باي دول التيارين صح. دي الاكشن منهم الواحد على ار باي ده هتطير هيبقى لك نيجاتيف جي ام في باي خلاص كده. في مشكله طبعا انا يعني ماشي بريت اس سريع شويه بس ان هو ايه انت المفروض تراجع والحاجات الجديده والحاجات كل حاجه يعني. هو اصلا قلت منزل الكلام ده في 17 فيديو ولا حاجه كده يعني. يعني فالموضوع ايه يعني قدر الامكان بنحاول نقول الحاجات الرئيسيه عشان بس يعني تعرفوا تحلوا اي حاجه في الكويز ده. طيب ده الفي تيست والاي تيست. يبقى الار لوكينج فروم الميتر هيساوي كام؟ ده على ده اقسم لي بقى الاثنين دول على بعض هيدي لك في الاخر واحد على جي ام في واحد زائد ار بي على ار بي. في مشكله دي واضح. فمن هنا ده الار لوكينج فروم الميتر اللي هو هيبقى الار لوكينج فروم الميتر بتساوي واحد على جي ام في واحد زائد ار بي على الار بي. ادي الار لوكينج فروم لا صور انا صور صح كده. في مشكله دي تمام. انا حاسس ان في حاجه غلط. لا دي مظبوطه مظبوط. ايه مظبوط مش مهندس. هو مش المفروض ان الواحد على ار باي ديت ايوه هتتشال هتتشال صح. دي هتتشال واحد على ار باي هتتشال جنب جي ام في الفي باي واللي تحت دي لا 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 دي ما ار بي على ار باي ما حدش قال لي ان هي دي اكبر من واحد. دي مش ابروكسيميشن معترف بيها صح كده. لكن الابروكسيميشن المعترف بيه اللي هو واحد على جي ام هكتبهم لك برده على جنب عشان تفتكروا معايا يا جماعه. بص الواحد على ار باي اقل بكتير من الجي ام صح كده تمام. في ابروكسيميشن طبعا برضو عشان برضو تبقى عارف واحد على جي ام اقل بكتير من الار باي هي صح كده. في ابروكسيميشن تاني اللي هو الار نوت. الار نوت اللي هو واحد على ار نوت اقل بكتير من الجي ام وواحد على جي ام اقل بكتير من الار ايه من الار نوت صح كده. وطبعا انت عارف يعني ايه اقل بكتير. يعني لو مجموعين هتشيل الصغير لو بارلل هتاخد الصغير معاك صح كده. لو مجموعين دول مين اللي هيتشال؟ الصغير. لكن لو ده بارلل مع ده هاخد الصغير صح كده ماشي. طيب بتاع ابروكسيميشنز يعني تفتكرها كده من سنه اولى هتبقى معانا برضه. لكن ده مش معناه يا باشمهندسين ما تتبرعش بالابروكسيميشن يعني ما تقوليش مثلا ايه واحد زائد الكلام ده يبقى واحد على ار باي هشيل. لا هو انت بتشوف هي مجموعه على ايه خلاص. يعني دي مجموعه على جي ام في الفي باي فدي دي ابروكسيميشن. لكن دي مين قال دي ابروكسيميشن؟ مفيش صح كده. طيب فده الار اول اثنين. تعال نشوف بقى الثالثه. يعني انا بقى انا صوتهم كلهم على بعض. ايوه ما هو ما لهمش لازمه. طب الحته دي اللي هو بيشرحها بس ما تلغيش اللي فات بس دي حاجه دي يا ابني عشان انا هحطهم على الوقت ده هعمله فيديو ريكورد صور امسح اخر صورتي وصور الحته اللي هي فيها رقم 2 دي بس ماشي. ما تسيبليش صور متكرره. اه بص بسرعه من هنا يا ابني مش دي ايه يلا يا عم صورت كل دي لوحدها لسه. انت ليه لسه بتعمل معايا كده؟ وريني اللي قبلها بقى. ليش اللي قبلها مش موجوده فيها حاجه؟ اه بص انا عايز بقى الار لوكينج فروم اميتر دي لوحدها بس. اعمل لها كروب. اعمل لها كروب. اخر جزئيه فيهم اللي هي الار لوكينج فروم كوليكتور
طبعا بص الار لوكينج فروم كوليكتور لو انت كنت عملتها باهمال الار نود كان هيطلع لك دايما كل ما تبص من الكوليكتور هتشوف انفينيتي خلاص كده. يعني دايما لو انت جربت ان انت تشيل ده خالص هتيجي تقول ال تجيب الار لوكينج فروم كوليكتور كان هتطلع دايما انفينيتي خلاص كده. فاحنا في حساب الار لوكينج فروم كوليكتور هنعتبر دايما وجود مين الار نود خلاص كده. هتقولي طيب يا باشمهندس انت في الاثباتين دول ما اعتبرتش وجود الار نود صح، بس حتى لو اعتبرت وجود الار نود في الاثباتين دول كنت ممكن تعمل ابروكسيميشن ان الار نود ايه عاليه وبالتالي هقدر ايه اشيل خلاص كده. لكن لو انت كنت عملت الابروكسيميشن ده هنا كان هيطلع لك ان الار لوكينج فروم كوليكتور دايما ايه ما لا نهايه خلاص كده. فاحنا بنجيب الار لوكينج فروم كوليكتور بنعتبر وجود الار نود والقانون النهائي هيطلع فيه ار نود خلاص كده واضح. غير كده لو هو قال لك بقى ساعتها الار نود بي انفينيتي يبقى اذا الار لوكينج فروم كوليكتور بكام ساعتها هتبقى من انفينيتي صح كده. فبص ركز بقى معايا وانت بتحسب الحته دي طبعا هيبقى فيها سيركت سلخمه شويه انا هقولها مره واحده كده حاول تجمعها معايا. هل لازم ابقى عارفها يعني؟ لا مش مهم، المهم بس ايه تشتغل تبقى يعني تعرف تحل المسائل اللي احنا هنقولها بعد شويه. بس انا هقولها برده عشان ابقى ايه قلت الاسباب بتاعها. انت عندك ادي البي جي تي وانا عايز اجيب الار لوكينج فروم كوليكتور فرحت فاكر البي جي تي ده حاطط الموديل بتاعه بس برده وحطيت الار ايه الار نود موجوده معانا اعتبرت وجودها يعني وابتديت عايز اجيب الار اللي هنا فاروح للكوليكتور احط التست فولتج بتاعي والكرنت خلاص واقول ان الفي تيست على الاي تيست هتدي لك الايه الار اللي انا بدور عليه. فعشان اجيب الموضوع ده محتاج اجيب الفي تيست والاي تيست بدرجه مين الفي بوينت. طبعا الموضوع مش هيبقى بالبساطه دي قوي يعني هتيجي الاول تجيب الفي تيست. ايه الفي تيست؟ فين الفي تيست؟ اهي هتبقى واخد كي في ال فهي دي الكي في ال اللي تحتوي على الفي تيست صح كده. طيب في الكرنت ده معروف، هل الكرنت ده بالنسبه لك معروف؟ لا. فلازم افترض وجود تيار وليكن كده تيار اسمه اي خلاص كده. مش مهم اتجاهه ايه كده ايه هتظبط معاك في النهايه. لو انت افترضت اتجاهه لتحت برضه هتظبط في الاخر ماشي. فادي اتجاه الكرنت فهناخد كي في ال هيبقى الكي في ال ايه بقى اللي هو طبعا بالنظر كده لو احنا بصينا على الرسمه لو المقاومه دي مش بارلل مع المقاومه دي صح ولا لا؟ فلو ده الفي باي بوزيتيف على الارض والنيجاتيف على النقطه دي فممكن اعتبر ان دي هي على طول هي الفي باي صح ولا لا؟ تمام؟ وحط في دماغك ان الاثنين دول بارلل واضح؟ بص لو خدنا كي في ال هيبقى بوزيتيف في باي كمل زائد الاي في الار نود زائد الفي تيست ايكوال زيرو صح كده؟ يبقى اذا الفي تيست هي سالب الفي باي زائد الاي في الار نود. جبتها منين؟ من الكي في ال دي. الكي في ال دي امشي معاها كده هتلاقي الفي باي زائد الاي في الار نود زائد الفي تيست ايكوال زيرو. يبقى الفي تيست هي الكلام ده. حد كان في مشكله؟ طيب هل ده تمام؟ لا مش تمام. ليه؟ عشان الاي ده مضايقني صح كده؟ يبقى الاي روح جيبه. هروح اجيب الاي منين؟ هروح اجيب الاي اكيد من كي سي ال. اكيد من كي سي ال. فكي سي ال طبعا يا اما اجيبه من كي سي ال فوق يا اما اجيبه من كي سي ال دي. تحت تمام. فايه الكيس يفضل يعني مش يفضل هو انت لازم هتستخدم الاثنين اصلا. فتعال نبدا باللي تحت ماشي. طبعا هي ليه رخمه المره دي بالذات عشان في ار نود. طيب تعال ناخد دي النود دي كلها مين التيارات اللي خارجه منها واللي داخله ليها؟ ادي الرجل الثانيه الثالثه الرابعه صح كده. انا ممكن اعتبر للتسهيل بس على نفسي ان الاثنين دول بارلل صح ولا لا؟ الاثنين دول بارلل. فمبدئيا كده التيار يعني لو احنا اعتبرنا عشان نسهل بس على نفسنا شلنا دي خلاص البارلل يبقى شلنا دي فدي بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها ار ادي البوزيتيف نيجاتيف في باي دي اسمها ار اي بارلل مع الايه؟ مع الار باي. حد عنده اعتراض على كده؟ طيب بص التيارات اللي خارجه ايه؟ ادي اي وده داخل ولا خارج؟ طالما انت فرض الفي باي كده يبقى التيار عامل كده صح ولا لا؟ تمام؟ اللي هو الاي سميه اي معلش اي كده سميه اي باي مثلا. يبقى التيار ده عامل كده. طيب بص لو خدنا كي سي ال هنقول ايه؟ هنقول ان مين داخل؟ الاثنين دول داخلين. يبقى ده زائد ده صح كده؟ ايكوال الاي صح ولا لا؟ يبقى الاي ايكوال التيار ده اللي هو جي ام في في باي زائد التيار ده. التيار ده اللي هو مين؟ اللي هو في باي على المقاومه صح كده؟ يبقى الكرنت بتاعنا ايكوال جي ام في الفي باي دي تمام ولا لا؟ تمام دلوقتي الفي باي زائد التيار ده اللي هو مين؟ الفي باي على المقاومه دي يبقى برضه دي تمام. حد عنده اعتراض؟ يبقى انا كده خلصت من الكرنت اي ده بدلاله الفي باي صح كده؟ يبقى الفي تي ايكوال نيجاتيف في باي
وفكني بقى الكرنت اي ده، فكني الكرنت اي ده بالايه بالمهرجان بتاعه ده. ماشي خلاص فكينا في في تيست هتساوي نيجاتيف في باي، وفكينا الكرنت المنظر ده. خد لي في باي كومن فاكتور طلع لي 3 ترمات كده. حلو طبعا مش محتاج اقول لك انه الجي ام في الار نود اكبر بكتير من الواحد ولا لا؟ اكبر بكتير من الواحد، ده ابروكسيميشن معروف لسه قايلينه من شويه. مش احنا قايلين انه الجي ام في الار باي كبير قوي واكبر بكتير من الواحد، والجي ام في الار نود اكبر بكتير من الواحد، صح كده؟ فبالتالي اقدر اهمل الواحد بالنسبه لي. ففي النهايه طلع معانا البي تيست بالمنظر خلاص كده. طيب الجزء الثاني بعد ما خلصنا من البي تيست انا محتاج اجيب مين؟ الاي تيست عشان نسمعه على بعض واخلص بقى. الاي تيست هيبقى عباره عن ايه؟ الاي تيست هاخد كيس ال هنا صح كده؟ هيبقى الاي تيست داخل وده داخل وده خارج صح كده؟ يبقى ده زائد ده ايكوال الخارج صح ولا لا؟ وانت اوريدي عندك الاي بدلاله مين يا جماعه؟ الفي باي. يبقى اذا عرفنا نجيب الاي تيست بدلاله الفي باي اوفرول ولا لا؟ في الاخر عرفنا نجيبه بدلاله الفي باي. كل اللي هتعمله ان انت هتقسم بقى الفي تيست على الاي تيست خلاص كده؟ واضح؟ هتقسمه في النهايه هيطلع معاك القانون النهائي بقى اللي يهمني اللي هو الايه؟ الار لوكينج فروم كوليكتور هيطلع بالمنظر ده خلاص كده؟ اللي هي الماثيماتكس رخمه شويه لانه في ار نود فالتيار بتاعك مش بدلاله الفي باي فهتضطر تاخد حاجه زياده اللي هي مين؟ النود الكبيره دي خلاص كده؟ المهم بعد ما عملنا الاثبات خلاص طلع لنا الار لوكينج فروم ايه؟ كوليكتور. وده في النهايه بقى خلاص كده؟ ماشي. في النهايه بقى هنعمل هنكتب الاراد دي ونبدا بقى نشوف المسائل مع بعض كده ونحلها. رسمه ده بص انا حاطط السهم فين؟ عند الكوليكتور. الار سي ماليش دعوه بيه قبليه صح كده؟ انا وانا باصص من هنا ببص على جسم الايه؟ البي جي تي دايركت ماليش دعوه باي حاجه ثانيه خلاص كده؟ فاهم؟ فخلينا في المسائل هتفهمها اكتر. يعني انا السهم ده عند الكوليكتور بس ماليش دعوه باللي قبله خلاص كده؟ والبيس كذلك. مثلا لو المساله بتاعتك كان في هنا ار مثلا ار 1 وانا عايز الار لوكينج فروم بيس فانا ماليش دعوه اصلا بالوراي. انا باصص منين؟ بروح ابص من البي تي بس دايركت يعني خلاص كده؟ ماليش دعوه باي حاجه واصله بيه تمام؟ طيب فهكتب لكم بقى الحاجات دي على جنب كده بخط كبير ونبدا نحل ايه؟ كذا مساله بقى نحل كذا مساله. احنا هنعدي على مسائل كتير كده ايه؟ اللي هي عندنا ار لوكينج فروم بيت اللي هي ار 5 1 زي بي ام ار اي. طبعا هقول لك ايه الكلام اللي انا كاتبه. الكل نود بيعرف لها في نود اسمها هاي امبيدنس نود ونود اسمها ميديوم امبيدنس نود ولو امبيدنس نود خلاص كده؟ طبعا انت مش هتحس باهميتها دلوقتي، تحس باهميتها قدام شويه في الفريكونسي ريسبونس. اعلى واحده فيهم هي دي، ليه؟ لان دي فيها ار نود، الار نود دي رقم كبير جدا وبالتالي لما يتضرب في حاجه اكبر من واحد هيزيد. ليه اكبر من واحد؟ لان انا واحد زائد حاجه صح كده؟ فهيبقى رقم كبير. يبقى دي بيسميها هاي امبيدنس نود، اعلى امبيدنس. اللي هي اللوكينج فروم بيس بتبقى ميديوم لان يظل الار باي رقم كبير برضه خلاص كده؟ فدي بيسميها الميديوم امبيدنس نود. واخر واحده اللي هي الار لوكينج فروم اميتر بتبقى اللو امبيدنس نود. يبقى دي كده الثلاثه شورت كاتس. طبعا في بالنسبه للكويز لازم يبقوا قدامك عشان تحل. بالنسبه للميد تيرم المفروض ان الدكتور كان بيجيب بيجيبها في الفورمولا شيت يعني، بس طبعا لازم اتاكد برده السنه دي هل هيجيبها ولا خلاص؟ لان هو ساعات كان بيجيبها في البي جي تي وما يجيبهاش في المصرف مثلا، فلازم برده دي تبقوا تتاكدوا منها. طيب تعالى نشوف بقى مسائل الاول كده نسخن حاجات بسيطه وبعد كده ايه هي كلها هتبقى مسائل من كويز السنه اللي فاتت يعني ماشي؟ فنشوف بقى نسخن حاجات بسيطه كده نبدا ايه نصعب شويه بص في شكلين لازم تحفظهم زي اسمك بقى في المنهج بتاع تانية كله. ايه هما؟ عندك شكل كده اللي هو بنسميه الدايركت كونكتد. ده بيسموه الدايركت كونكتد. اول سورس ابزوربشن. فكرت انه بيشيل تحسين. في شكل تاني برضه مشهور قوي هيقابلنا اللي هو الشكل ده. ده
لو بصيت له من اي حته سواء فوق او تحت انا مش هخش في اثبات. يعني كان ليه اثبات السنه اللي فاتت عملناه طلعنا الاي كويفلنت خلاص كده. فده كونكتد ده في اي اتجاه هتبص له هيبقى الاي كويفلنت ايكوال ايه؟ واحد على جي ام. وده حفظ ما فيهوش ايه ما فيهوش لسه هفكر فيه وبتاع. ده كل المسائل قايمه عليه. لو عندك دايركت كونكتد يعني ايه كلمه دايركت كونكتد؟ يعني البيز والكوليكتور واصلين. البيز والكوليكتور واصلين. خلي بالك بقى عشان الناس هنا بتتحاول في حته فين الاميتر خلاص كده. يعني انت هترسم لك مسائل هتقول لي ده دايركت كونكتد مثلا وهو لا مش هيبقى دايركت كونكتد هيبقى الشكل ده حلو. فانت هنا لازم تركز قوي يعني ايه دايركت كونكتد يعني مين واصل بمين. البيز واصل بالكوليكتور. ده لو بصيت من اي حته هتشوف واحد على جي خلاص كده. بصيت من فوق او من تحت هتشوف واحد على جي خلاص. طيب الشكل ده بقى الشكل ده اسهل حاجه ليه ان انت هنا اقول لك بيفورم ايه اصلا كوليكتور. بس الاربيك فروم كوليكتور هنا تتميز انه الار ايميتر بكام هنا بزيرو. فلو حطيت دي بزيرو يبقى ايه ار نود صح كده. يبقى الار ايكويفالنت الار ايكويفالنت بتساوي هنا ايه ار نود. فالشكلين دول مهم قوي تعرف اللي هو انا قلت من فوق زي من تحت في الدايركت دايركت كونكتد. لو بصيت له من فوق او من تحت هتشوف نفس الحاجه واحد على جيم لان هو في الاخر هو كانه بقى دايركت كانه يعني مش ملوش ثري ترمينز. التاني لازم من فوق ده لا لازم من فوق لازم. طيب بص واحده واحده كده. لو انا عملت حاجه زي كده كده وقال لك هات الاي كود هتساوي ايه دي دي ايه؟ هي تبدو ان هي ار نوت صح كده؟ يعني شكلها ان هي زي دي بالظبط يعني صح؟ بس دي دايركت كونكتد. ليه دايركت كونكتد؟ لان هنا البيز والكوليكتور شايف ده الكوليكتور صح كده؟ البيز والكوليكتور ايه؟ واصلين ببعض. يبقى ده مين؟ ده اللي هو ايه؟ ار نوت ولا واحد على جي ام؟ واحد على جي ام صح كده؟ واضحه؟ خلي بالك لازم تفرق بقى ما بينهم. الموضوع ايه مش يعني انا شفت شبه دي كده لا مفيش شبه هنا. لازم تبقى عارف كل رجل ايه يعني مش اللي تحت دي ممكن فعلا توصل ببعض عادي الايه ايوه ماشي ما هو دول واصلين ببعض وبعد كده واصلين بالارض صح كده. المهم ان هم في الاخر نقطه واحده ما هو ده جراوند وده جراوند يعني دي نقطه صح. فبالتالي ده كده دايركت كونكتد يعني بيز وكوليكتور واصلين ببعض. هتشوف ايه واحد على جي ام صح كده. الشكل ده اللي هو الاميتر والبيز على الارض بتشوف ايه ار نود صح كده. الشكل ده مين دايركت كونكتد. عرفت منين انه البيز والكوليكتور واصلين ببعض صح كده. فانت لازم تخلي بالك تبص من ايه ماشي ولازم تخلي بالك السهم فين بالظبط. واضح مفهوم الكلام ده ولا لا ماشي. طيب تعالى نبدا بقى نشوف مسائل. هبدا الاول بحاجات بسيطه مش تصور ايه مع بعض نمسح الاول ما هو كويشن 1 ده هو نفس اللي انا بقوله دلوقتي ماشي. قال لك هنا نشم بس انا مظبط كل حاجه لا ماشي بقول لك نشم كده كده انا بصور بس هلا بيها بقى يعني هتبقى واضحه. هي هتبقى تبص لو ده كونكتد كوليكتور واصل مع السبيس هتتوحد على جي مع بعض خلاص. وهنا بيهد العمارة ده تنزلت السبيس باي كذا بقى اختيار طبعا والله العظيم سلام والله العظيم يعني مش عارف احنا بنستفيد برضه ايوه بنستفيد واحنا بنحلها تاني بنحلها تاني صح؟ قبل تثبت المعلومه بصوا ايه عندنا اللي انا لسه بتكلم فيهم. يلا هنا بيقول لك طبعا بس عشان الناس تبقى عارفه يعني هو مش شرط يجيب يعني مش شرط يكون كده بس انا ايه انا بشرح الكلام اللي في المحاضرات يعني فاهم؟ ممكن يتغير شويه بس هو هيبقى نفس الفكره نفس الفكره العامه في الموضوع. ركز بس معايا يلا. هنا بيقول لك لو البيز والاميتر ار كونكتد تو ذا تو اي سي جراوند البيز والاميتر خلاص كده. الترانزستور از ريبليسد باي مين؟ ار نوت. البيز والاميتر البيز والاميتر اللي هي بتاعت الار نوت صح كده؟ يبقى دي الار نوت ولو انت عايز تحسب بالشكل بتاعها اهو ده كده واحنا متوصلين بالاي سي جراوند يبقى الار ايكويفالنت اللي انا شايفها هتبقى مين؟ هتبقى ار نوت. طيب لو البيز والكوليكتور كونكتد تو بيزر يبقى الترانزستور ده دايركت ايه؟ دايركت كونكتد اللي هو هتبقى واحد على جي. هي المشكله دي واضح؟ طيب تعال نصعب بقى شويه المواضيع يعني نخش في لا ما بقاش
حاضر يا عم انت جاي ده يا عم بسرعة. بص انت بتدوس كده عند عند الدار شوية. عم انا مش فلاح، ما انا معايا موبايلات وعادي. لا فلاح ثلاث ساعات ولا حاجة تقول خلي الموبايل. تعال نشوف بقى مسألة زي كده يا أمه. ركز بقى معايا. طيب المسألة زي دي حلها ازاي بقى؟ هنا مديك اتنين ترانزستورز، وطبعا خلي بالك ركز معايا بس في حاجة. المسائل دي هنا في الـ في التشوز مدي لك ايه؟ مدي لك واحد على جي ام او ار نود او اتنين ار نود. هل هو هل هو فرق ما بين الواحد والاثنين؟ يعني هل فرق ما بين الترانزستور رقم واحد مثلا واثنين؟ لا. لكن في مسائل الشيت هتلاقي ان ايه؟ لا لازم افرق ما بين واحد واثنين، لان هم مش شرط يكونوا ايدنتيكال، صح كده؟ لكن المساله دي باين من من الاجابات ان هو مش مفرق ما بينهم ولا لا؟ مش مفرق ما بينهم ار نود وجي ام، ما قاليش واحد ولا اثنين. يبقى هو مفترض ان هم ايه؟ ايدنتيكال. صح كده؟ حتى لو ما قالش. لكن الطبيعي ان هو لو ما اتذكرش، الطبيعي ان انت بتتعامل ازاي؟ كل واحد لوحده، كل واحد برقمه، خلاص كده؟ جي ام بتاع واحد، ار سي بتاع واحد، كده. ماشي؟ طيب بص هنا عايز الايكوبل اعمل ايه؟ اولا انا هبص مين البي جي تي اللي انا شغال عنده، هو ده اللي انا بشتغل عنده في البدايه، لان هو عنده الايكوبل، صح كده؟ فلازم اشوف زميله الثاني مقاومه بالنسبه لي، صح كده؟ طيب بص الاول حاجه زميله الثاني ده انت عايز تبص له منين؟ او قبل ما تشوف زميله الثاني الار ايكويفلنت هتبقى عباره عن ايه الاول؟ دي ار لوكينج فروم ايه؟ فروم كوليكتور. يبقى دي ار نود، ار نود في 1 زائد جي ام ار اي بارلل مع الار بوينت، صح كده؟ طيب الفكره بقى دلوقتي في الار اي، طبعا لو انت كنت هتكتبهم بالارقام ده كلهم هيبقى اسمهم ايه؟ واحد، صح كده؟ طيب الار اي بقى بتاعت الراجل ده مش هي دي، صح كده؟ اه يبقى بصوا الار اي يبقى انا لسه هبص لده، شايف دي كده؟ دي لسه هبص لها، صح ولا لا؟ يبقى الار اي 1 ده اللي هو هيبقى هنا، صح ولا لا؟ اه علمني بقى على دي كده. لو انا عرفت اشوف انا باصص هنا كده، لو عرفت اشوف انا شايف ايه يبقى هي دي الار اي اللي انا هحطها، صح كده؟ اشيل دي كلها واحط مكانها ار اي. يبقى دي هسميها ار اي 1 عشان تبقى فاهمني بس ار اي 1. طيب الار اي 1 دي اللي هي مين يا جماعه؟ الار لوكينج فروم مين بقى بالنسبه للاثنين؟ يبقى ار لوكينج فروم اميتر بس بتاعت مين؟ اثنين، صح كده؟ طب الاثنين ده الار لوكينج فروم اميتر بقى عباره عن ايه؟ واحد على جي ام، واحد على جي ام في واحد زائد ار بي على ار بار، كل ده بتاع مين بقى؟ اثنين، صح كده؟ بصوا الار بي بكام؟ دي ايه دي؟ اما انا هقول لك ثانيه بس ثانيه، دي ايه دي؟ دي بطاريه، اعمل فيها ايه؟ دي اكتيفيت. ليه دي اكتيفيت؟ لان احنا شغالين دلوقتي اي سي، مش احنا قلنا اتفقنا شغال اي سي، دي اكتيفيت يعني دي هتبقى ايه؟ سيلكت، صح كده؟ يبقى الار بي كام؟ لا هي واحد على جي ام بقى الار بي واحد على جي ام. وانت مستني قول بس انت ما تعرفش واحد على جي ام وجنب الاخر اه تمام تمام ماشي. ايوه انا هثبتها ازاي واحد على جي ام ازاي؟ هي دي ممكن تقول لنفسك على طول، ركز بس معايا، مش انت ممكن تقول لنفسك على طول لو انا باصص من هنا دي واحد على جي ام؟ ليه؟ لانه الـ الـ البيز واصل بمين؟ بالكوليكتور، فده لايف كونكت. طب لو ما خدتش بالك في مساله زي كده، ما هو انت عندك دي الار بي دلوقتي بكام؟ بزيرو. اه دي بزيرو، صح كده؟ يبقى دي هتطير، فيبقى لك مين برضو؟ واحد على جي ام. يعني هي في الاخر يمين شمال هتطلع ايه؟ واحد على جي ام. يعني حتى لو ما خدتش بالك هتعرف تطلع. هي المشكله دي؟ يبقى اذا هتطلع فوق بقى، تطلع فوق تقول الار ايكويفلنت هتساوي ار نود في 1 زائد جي ام في 1 على جي ام بارلل مع الار بوينت. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هل ده اجابه من ضمن الاجابات الموجوده؟ لا فاكيد انا هتصرف في ايه؟ ابروكسيميشنز، صح؟ خلي بالك بقى دي بارلل مع دي، مش دي ابروكسيميشن معروف اللي هو بكام؟ 1 على جي ام، تاخد الصغير يبقى ار نود 1 زائد جي ام في 1 على جي ام، دي محصله بتاعتنا، صح كده؟ 1 جي ام وجي ام اللي هي كام؟ 1. يبقى اذا ار نود في 2، يعني الاجابه بتاعتك هي مين؟ 2 ار نود، خلاص كده؟ فاهم الفكره ولا لا؟ يبقى اذا بتبص ار ايكوفلنت دي ار لوكينج فروم كوليكتور، بس مشكلتي الوحيده ان انا مش عارف الار ايميتر دي، طب اجيبها ازاي؟ لا يبقى انا هحل المساله دي على جنب، صح كده؟ واشوف انا شايف ايه من هنا،
تمام؟ فطلعت انت شايف ايه؟ واحد على جيم. عرفت انت شايف ايه؟ حطها. خلاص كده؟ لقيت ان الاجابه دي مش هي الاجابه اللي موجوده، فهضطر اعمل ابروكسيميشن. خلاص كده؟ فاهمين الفكره؟ واضح؟ 2 ار في ار نود، 2 ار يعني ايه؟ صور صور صور. دي اسمها ار ايه؟ لوكينج فروم بيز. يبقى الار ان ايكوال ار لوكينج فروم بيز بتاعت واحد بتاعت الاولانيه اللي هو كام يعني؟ ار باي في 1 زائد جي ام ار اي، ار باي 1 زائد جي ام ار اي. انت عامل اعتراض؟ طيب هي الفكره كلها مين الار اي بقى؟ مين الار اي؟ هو في الاميتر في الاميتر بتاع ده فوق يا ابني، في الاميتر بتاع ده فوق ما نبصش تحت صح كده؟ كلنا بصينا تحت غلط. لا الار الاميتر بتاع ده اهو صح كده، ودي ايه دلوقتي جراوند صح كده، فده هي كام الار ايميتر زيرو، يبقى الار ايميتر دي زيرو، فيطلع معاك الكلام ده بكام بار بار. فيها مشكله دي واضح؟ خلي بالك الموضوع ايه، لازم تفكر يعني لازم تشوف فين الاميتر السهم، فين السهم بتاع الراجل ده فوق صح كده، ما تنزليش تحت خلاص تحت صح. تعال نشوف حاجات تانية. صور يا ابني عم صور، هم هيعرفوهم تحت، هيعرفوها لوحدهم. طب لسه ما تعملش كده، تعمل كده لغايه ما يمسح يا عم شادي. يا باشمهندس ثانية واحدة ثانية واحدة كملها استنى يكملها. انفيسي سي يربط الصور بسرعة ما تعملش حاجة كده زي خلاص ما تعملش كده زي دي ايه؟ يعني الأساسيات يعني، يعني أنت بعد كده هتبقى دي الأساسيات بتاعة المسائل عامة الشورت كاتس يعني. دي مش مسألة حد ذاتها يعني، مش مسألة كبيرة. عايزين هنا بقى نجيب الايه الار اوت اللي هي من فوق دي، والار اوت دي اللي هي عبارة عن ايه؟ ار لوكينج فروم كوليكتور. يبقى الار اوت هي الار لوكينج فروم كوليكتور اللي هي قانونه ار نود في 1 زائد جي ام ار اي بارلل مع الار. يبقى انا مهمتي ان انا اروح اجيب مين؟ الار اي. فالار اي بالنسبه لي هي الار دي دي كده صح ولا لا؟ دي بالنسبه للتاني هي الار لوكينج فروم بيز 2 صح كده؟ يبقى الار اي ايكوال ار لوكينج فروم بيز للترانزستور الثاني اللي هو هيبقى عباره عن ايه؟ ار باي 1 زائد جي ام ار اي 2 ما هي ار باي بس يعني عشان ايه هتبقى ار باي 1 زائد جي ام ار اي بتاعت الثاني. ادي الثاني اهو الاي بتاعته فين؟ زيرو. يبقى دي زيرو يعني الكلام ده ار. يبقى اذا كل اللي انت عرفته ان الار اي عباره عن ايه؟ ار باي في النهايه. يبقى اذا الار او طلعت عباره عن ار نود في 1 زائد جي ام ار اي ار باي سوري بارلل مع الار اللي هو نص ار باي على طول يعني 1 زائد جي ام ار باي على 2. طيب هل ده من ضمن الاجابات؟ لا. بس طبعا انا اقدر اقول ان 1 زائد جي ام ار باي مش ده رقم كبير؟ مش احنا قلنا جي ام ار باي اكبر اللي هي بيتا يعني جي ام ار باي ده رقم كبير، فبالتالي اكيد اقدر اعمل 1 بالنسبه لي. يبقى الكلام ده تقريبا بيساوي جي ام ار باي ار نود على ايه؟ على 2 اللي هو الاجابه سي دي. خلاص؟ فيها مشكله دي؟ واضح؟ يبقى ده كده سؤال برضو على الايه؟ ال الشورت كاتس. طيب تعالى نشوف اللي بعد كده. انا عايز الاول هنا بيقول لك عايزين نجيب الار ان برضه بالشكل ده. فالار ان ده هجيبه ازاي؟ الار ان ده هيبقى عباره عن ار لوكينج فروم بيز اللي هي ار باي 1 زائد جي ام ار اي. يبقى انا هدفي برضه اروح اجيب الار اي واللي فوق. فالار اي دي اللي هي مين بقى؟ الار اي دي اللي هي دي يعني صح كده؟ اللي هي مين ده؟ ده ايه ده؟ ده الكونكتور صح كده؟ يبقى دي واحد على جي ام واحد على جي ام، فيطلع معاك الكلام ده عباره عن ار باي في 2 صح كده؟ مظبوط. يبقى 2 ار. فيها مشكله دي؟ خالص؟ طيب اللي بعده صور يعني في حاجات بقى شبه الكلام ده فانا ايه؟ ولا ماشي قوله مش مشكله. صوروا هم الاثنين مع بعض. فالار اوت دي هتبقى عباره عن ايه؟ الار اوت هي ار لوكينج فروم كوليكتور اللي هي ار نوت في 1 زائد جي ام ار اي بارلل مع ار بار. هروح اجيب الار اي صح كده؟ ار نوت في 1 زائد جي ام. طيب الار اي بقى بكام؟
الار اي هي دي دي هتبقى ايه برضو واحد على جي ام يبقى اذا هيطلع معاك الكلام ده باثنين ار نود هما كلهم نفس الاجابه ماشي هي مشكله لا دي اثنين ار نود دي اثنين ار بور مش فارقه صور مش فاهم اصلا لا مش فارقه مش لا فرق ازاي دي اصلا تبص من الكوليكتور دي تبص من البيز فهي فرق ماشي طيب ده كده ايه صار في الوقت كده ليه بقى بص الار دي ار لوكينج فروم ايه المتر المتر صح كده الناس سهل صح طب ايه اخبار الكارنت سورس ده اوبن سيرفيس يعني الكارنت سورس ده انا ممكن امسحه صح ولا لا ده مش موجود اصلا معايا فانا هنا باصص منين من الامتر يبقى الار ان هتساوي الار لوكينج فروم امتر اللي هي 1 على جي ام 1 زائد ار بي على الار بول حتى عنده اعتراض طب الار بي فين اصلا الدواء الطريه يعني كده كده شورت سيركت لان احنا شغالين اس فيبقى دي كده هتطير فيطلع معاك الكلام ده بايه؟ واحد على جي صح كده؟ فيها مشكله؟ يبقى انت الفكره بتاعت المساله دي ان انا كان عندي كارنت سورس دي سي وعندي بطاريه دي سي بس الفولتج سورس بيبقى ايه؟ دي لما دي اكتيفيتد بيبقى ايه؟ شورت سيركت لكن الكارنت سورس لما بيبقى دي اكتيفيتد بيبقى اوبن سيركت خلاص كده؟ فيها مشكله دي؟ واضحه؟ طيب يبقى دي كده ايه؟ حبه مسائل كده لطيفه يعني طيب هتلاقي بقى الحاجات اللي هي في الاول دي اللي هي بقى مثلا هتبقى في حاجات خفيفه كده مش هتبقى يعني حاجات بعد كده المره الجايه عند دكتور شمر هبقى برضه هرجع له بتفاصيل اكتر من كده اكيد بس هي يعني انا هقول سريعا كده الحاجات اللي ممكن تيجي تهمنا يعني مؤقتا يعني هنبقى نرجع له تاني بالتفاصيل اكتر طيب بالنسبه للمصدر طبعا انت عندنا ان مصدر وي في مصدر لان مصدر اللي هو بيبقى السهم خارج البي مصدر اللي هو بيبقى السهم داخل بالمنظر ده كده فده كان الـ NMOSFET وده الـ PMOSFET طبعا كان في كاركترستكس بقى والـ DC analysis وبتاع المفروض ان انا هرجع لها الحاجات دي بس انا يعني انا عايز اوصل للـ R in والـ R out بتاعتها يعني نحل مساله عليها مثلا ومساله على الـ Intense Gain اللي هي ليها علاقه بالفيزيكس شويه ويعني فاكر على المصفت النهارده طيب بس طبعا ده مش كافي للمصفت يعني ده مجرد ايه بس يعني حاجه سريعه عنه طيب ده بالنسبه لنوعين المصفت الرئيسيين كسمول سيجنال موديل المصفت كان بتعامل معاه كالتالي بقى اللي هو بيبقى ال VGS ده بيبقى هنا اوبن سيركت بدل ال R باي والكرنت سورس بيبقى جي ام بدل V باي بيبقى ال VGS خلاص وال R نود برده اللي هي بتعبر برده عن الايه عن هنا طبعا مش الايرلي افكت اللي هي التشانل لينس موديليشن خلاص كده دي اللي هي ال R لما نبقى نرجع بقى هفكرك ايه هي التشانل لينس موديليشن والكلام ده بس مش وقت دلوقتي اللي هو الار نود هي واحد على لامدا في الاي دي لامدا دي كانت كونستنت اللي هو ديليشن اندكس خلاص كده طبعا دي كان يعني للي عايز يفتكرها اقولها لكم ولا مقلوب في ايه يعني اللي عايز يفتكرها اللي هي كان انت عندك في المصفت كذا مود صح كده كان في مود اسمه الساتوريشن صح كده كان بيحصل حاجه اسمها ايه البنش اوف اللي هي التشانل نفسها كان اللينس بتاعها بيقعد يضيق صح كده كل ما بتزود الفي دي اس ماشي فالمهم يعني ان اللامدا دي كانت كونستانت بيعبر عن التشانل لينس موديليشن طبعا مش هلحق اقول بقى كل التفاصيل دي لما ابقى ارجع للمصفت ساعتها بتكلم عنه بالتفصيل ده كده كان الار نود كان القانون بتاعه بالمنظر ده الجي ام اللي هي الترانس كوندكتنس كان ليها قانونين رئيسيين اللي هو 2 اي دي على الفي اوفر درايف طبعا الفي اوفر درايف دي اللي هي كانت ايه كانت في جي اس ماينس حاجه اسمها الفي ثريشولد ودي كانت بتبقى جيفن في المسافه ده البي اوفر درايف او ممكن تجيبه بقانون الجاس اللي هو 2 ميو ان في السي اوكسايد الميو ان دي اللي هي الموبيلتي اوف الكترونز السي اوكسايد ده كونستنت الدبليو على ان دي ساعات بيسموها حد فاكر دي كان ليه اسم تاني الاسبكت ريشيو وده الدرين كارنت خلاص كده طبعا الدرين كارنت ده اللي هو التيار سواء ده او ده قال هنا كان في اي جيت الاي جيت بكام؟ بزيرو هنا هيبقى نفس النظام بس لفوق ده الاي درين وده الاي ايه؟ ده الاي درين هنا مفيش غير تاير واحد خلاص؟ طيب الشورت كاتس برضه كان ليها اثباتات بقى انا مش هقعد اضيع وقتنا فيها في الاخر احنا عندنا دي الشورت كاتس لو هبص من الجيت هتشوف انفينيتي خلاص كده وده ليه؟ لانه بالعقل كده لو انت حطيت هنا بطاريه هل في كارنت اصلا؟ يعني لو حطيت في تيست هنا هل في كارنت؟ لا فدايما هيبقى تقسم على كام؟ زيرو يعني دايما انفينيتي فده انفينيتي
هنا ال R looking from drain وال R looking from source اقدر اعمل نفس اللي عملته في المصفت هنا في سوري في البي جي تي اقدر اعمله هنا واوصل لمين للقوانين خلاص كده. بصوا هنا برضو في نفس الشكلين بتوعنا لما الدايت كونكتد اللي هو هنا بقى المين مع مين الدرين مع الجيت خلاص كده لو واصلين ببعض يبقى الشكل ده عباره عن ايه في النهايه واحد على جيرو صح كده يعني ده دايت كونكتد زي اللي هناك بالظبط خلاص زي البي جي تي البي جي تي كان البيز مع الكوليكتور ده الجيت مع الدرين خلاص كده. طيب هنا لو عندك هنا بقى السورس والجيت واصلين بالجراوند ده برضو زي اللي هناك اللي هو هيبقى ايه ار جرب تعاقب القانون كده مش دي كده ار لوكينج فروم ايه في الدرين مش انت باصص من هنا ار لوكينج فروم. لو حطيت الار سورس الار سورس هنا بكام زيرو يبقى هيطلع لك ايه في النهايه ار يبقى فعلا دي ايه ار خلاص كده. يبقى دول شكلين برضو محفوظين في المصفت تمام. تعال نشوف مساله بقى على المصفت مساله كبيره شويه كده فايند الار اوت عايزين نجيب الار اوت ادي الار اوت ايه العلامات دي؟ العلامات دي معناها دي سي فولتج خلاص كده؟ العلامات دي معناها دي سي فولتج. مبدئيا كده دي سي فولتج اللي هي ايه يعني؟ جراوند كده كده فدي كده كده هتبقى جراوند ودي كده كده هتبقى جراوند ودي كده كده هتبقى جراوند لان احنا بنحسب الايه؟ الار اوت صح كده؟ طيب الار اوت بقى دي تبقى عباره عن ايه؟ حد يقدر يقول لنا؟ لوكينج فروم. بص هو هنا في مشكله ايه المشكله؟ هي مبدئيا كده وانت ماشي كده حلو؟ هل طلعت لده بس او نزلت لده بس؟ لا, لا. طالما وانت ماشي لقيت نفسك اتفرعت اصلا يبقى دي ايه فرق. اللي فوق فرق مع اللي تحت خلاص كده. اللي فوق اللي هتجيبه من هنا مش دي كده هتجيب مقاومه من النقطه دي للجراوند صح كده. ولو بصيت من هنا هتجيب مقاومه من النقطه دي للجراوند يبقى الاثنين دول ايه فرق لبعض صح كده. يبقى دي سميها مثلا ار اكس ودي سميها مثلا ار واي خلاص كده. تعال نحسبهم بقى الار اكس بكام والار واي بكام. بص مبدئيا بس قبل ما ابدا يعني حاليا الفي ام دي المفروض ان هي ايه؟ جراوند. المفروض لا المفروض ان هي ايه اصلا؟ اي سي فولتج. حد عنده اعتراض؟ الفي ام هي اي سي فولتج. بس الفكره في حاجه بقى ان انا وانا بحسب الريزيستنس الايكويفالنت بتاعت اي دايره كده كده لازم اعمل دي اكتيفيشن لايه؟ للسورس. يعني انت وانت بتحسب الار ثيفينن حلو؟ بتعمل دي اكتيفيشن لكل الايه؟ السورسز. ايه السورس الوحيد اللي بتحطه؟ الفي تيست والاي تيست. صحيح كده؟ هل هنا انا محتاج اعمل الفي تيست واي تيست واعمل اثبات من اول وجديد؟ لا خلاص انا عندي الاثباتات عملتها صحيح كده؟ فانا هنا اي نعم الفي انبوت دي اي سي بس وانا بجيب الريزيستنس الايكويفالنت هقفلها صح ولا لا؟ يبقى كده كده اه دي اي سي بس حتى لو هي اي سي انا هقفلها. ليه هقفلها؟ لانه انا عايز اجيب الار عايز اجيب الار ثيفنن صحيح كده؟ طب في حاجه ثانيه يعني ممكن دي تبقى كنت عايز اجلها شويه بس ماشي قولها وخلاص. لو انا المساله دي كده بس الفي انبوت ما كانتش كده كان فيها ار سيجنال وهنا كان في الفي انبوت فانا عايز احسب الار ان هو انا عايز احسب الار كنت هقفل مين؟ ده الفي سيجنال. هل كنت هاجي اقفل الفي انبوت ولا هقفل السبلاي؟ ها السبلاي صح كده. يبقى انت بتقفل السبلاي بتاع المساله مش الفي انبوت. انا ما بقولش ايه انا بقفل الفي انبوت دايما لا انا هنا بقفل السبلاي بتاع المساله ده امتى وانت بتحسب ايه ار مش الار اوت اي ار ثيفن اي ار ثيفن خلاص كده واضح. عشان قدام شويه هنخش في حته الجي ام في الار اوت ده هيبقى فيلم كبير بقى القصه اللي انا بحكي فيها دي هتبقى فيلم كبير حلو. الفرق بين الفي ان والفي ثيجن الايه الفرق بين الفي ان الفي ان المفروض انه في مساله زي كده الفي ان هي اللي داخله بشكل مباشر على المصفت صح كده. الفي سيجنال ايه قبل ما نعمل قبل ما يعني انت دي ده السورس وعملنا شويه فولت هنا واللي بقى اللي اتبقى داخل على الفي ان صح كده. وانت بتحسب الار ثيفنن بتعمل دي اكتيفيشن للسورس نفسه ايا كان مكانه بقى. فالسورس هنا المره دي صح كده. طب هنا كان فين مكانه؟ كان تحت صح. فلو انا بحسب الار ثيفنن باجي عند السورس واعمل لي اكتيفيشن واضح تمام. طيب الكلام ده هيتغير خلي بالك الكلام ده هيتغير بعد شويه وانا بحسب الجين بطريقه الجي ام في الار اوت. الجين بطريقه الجي ام في الار اوت ليه اثبات خاص لوحده كده وانت بتحسب الار اوت بتاعته ليها فيلم تاني خلاص كده واضح. فاللي انا بقوله ده انا حاليا بحسب الار ثيفن العاديه ماشي مش الار اوت اللي في قانون الجين. يعني انت هتاخده مع الدكتور اي في ايكوال جي ام في الار اوت صح كده. الار اوت دي حاله خاصه دي ليها طريقه معينه في الحسابات واثبات معين مش الارات اللي انا بحسبها دلوقتي اللي انا بحسبها النهارده دي انا بحسب ايه بس
ار 7 صح كده. لكن الدكتور في الحته دي وهو بيحسب الار اوت يقول لك لا الار اوت دي لازم تعمل لي شورت سيركت للفي ان خلاص كده الفي ان ايه الايه فيها. ايوه ما ده ليها اثبات الوقت ايوه ايوه بس انا دلوقتي انا بشرح الريزيستنس شورت كاتس اللي هي الار ان ار اوت شورت كاتس ده غالبا هو اللي هيبقى كويسين مش الجيم الجيم ده قصه ثانيه تمام. طيب ده بالنسبه لي ال يبقى اذا احنا دلوقتي حتى وانا بحسب الار ثيفنن هعمل دي اكتيفيشن لمين للسورس بتاعي حتى لو كان ايزي حتى لو كان ايزي تمام. وزي ما بقول لك سورس سواء كان ده او ده هتعمل دي اكتيفيشن للسورس بتاع المساله عموما ماشي. طيب تعال نشوف بقى نعمل ايه. الار اكس بتاعت الكلام ده بكام بقى واحده واحده كده الناس تقول لنا الار اكس بكام. الار اكس اللي هي فوق هنا ماشي دي ار لوكينج فروم مين ار لوكينج فروم درين صح كده. ليه لان السيمافور الار لوكينج فروم درين اللي هي مين بقى اهي اكتبها كده واحده ار نود وهنا بقى اكتبها لي بالارقام خلاص كده اكتبها هنا بالارقام لان هنا لو افترضنا ان مفيش ام سي كيو يبقى لازم تكتبها بالارقام خلاص كده يبقى دي ار نود 3 و 1 زائد جي ام 3 في الار اس 3 الار سورس 3 حد عنده اعتراض؟ طيب اعمل ايه بعد كده بقى؟ الار اس دي اللي هي مين؟ ها؟ الار اس 3 دي اللي هي مين؟ ترانزستور الموسفت اللي فوق. الار سورس الار سورس بتاع 3 اللي هو مين ده؟ اللي هو هنا اللي انا شايف اللي انا باصص ده كده صح ولا لا؟ عايز اشوف دي بكام؟ دي بكام؟ دي بكام يا جماعه؟ ار نود صح كده؟ ليه ار نود؟ بص ركز بس معايا واحده دي كده ده جراوند وده جراوند صح ولا لا؟ مش الشكل ده كده معناه ان السورس واصل دي الجيت والجراوند مش هو ده؟ نفس الشكل ولا لا؟ نفس الشكل. طب ما خدتش بالك هتعمل ايه؟ ار لوكينج فروم درين لاربعه صح كده؟ هتلاقي الار سورس بتاع اربعه بكام؟ بزيرو فهيطلع معاك كام؟ ار نود اربعه صح كده؟ يعني حتى لو ما خدتش بالك هتقول ده الار لوكينج فروم درين بتاع اربعه صح كده؟ هتبص للدرين هتلاقي في الاخر طلع معاك كام؟ ار نود اربعه فاهمين الفكره؟ يبقى دي ار نود 4 ماشي؟ طبعا مش محتاج اقول لك ان واحد زائد جي ام في ار نود مين هتهمل مين؟ واحد الواحد هتهمله بالنسبه لي الجي ام في الار نود صح كده؟ يبقى الكلام ده ار نود 3 ار نود 4 جي ام 3 ده بالنسبه لي الار اكس اللي فوق صح كده؟ تمام؟ طب الار واي اللي تحت الار واي اللي تحت دي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى ايه؟ هتبقى زيها ازاي بقى؟ الار واي اللي تحت دي هتبقى ار لوكينج فروم درين صح كده؟ فهتبقى ايه؟ ار نود 2 صح ولا لا؟ عشان ده اسمه 2 ار نود 2 في 1 زائد جي ام 2 ار اس 2 الار اس 2 دي بقى اللي هي مين؟ اللي هي دي صح كده؟ دي اللي هي ايه؟ ار نود ار نود 1 صح ولا لا؟ انت لما تبص للسورس ده كده عايز تشوف المفهومه دي ايه؟ ار نود 1 صح كده؟ فدي هتبقى ار نود 1 برضه هنعمل ابروكسيميشن جي 1 يبقى ار نود 1 ار نود 2 جي ام ايه؟ جي ام 2 يبقى اذا الار الار اوت هتبقى ده بارلل مع يبقى الار اوت في النهايه ايكوال ار اكس بارلل مع الار واي بالمنظر ده تمام. في مشكله في الكلام ده؟ هي بالمناسبه دي حاجه اسمها الكاسكول دي كده ده كده الكاسكول لسه هتاخدوه قدام بس برضه يعني دي مساله تبقى عارفها لان الكاسكول هنحسب له الار اوت بس لسه هنحسب له الجين وهنحسب له حاجات ثانيه يعني فدي ازاي تحسب له الار اوت بتاعته ماشي. فيها مشكله دي واضح. طيب تعالى ناخد مثلا مساله انترنسيك جين اللي هو بيقارن ما بين البي جي تي والموسفيت بالانترنسيك جين بتاعهم مثلا فرض مثلا حاجه زي كده تيجي يبقى عارف النهارده بقى او 5 طيب بص يلا بص هنا بيقول لك اللامدا ايكوال 1 على في ايه يعني هو عنده هنا موسفيت وبي جي تي بيقول لك ان اللمضه بتاعت الموسفيت بتساوي 1 على الجيم فولتج بتاع البي جي تي خلاص كده. فبيقول لك بقى اذا الانترنسيك جيم بتاع البي جي تي على الانترنسيك جيم بتاع الموسفيت لو رجعنا للسنه اللي فاتت كده اللي كلمه الانترنسيك جيم دي الانترنسيك جيم اللي هي جي ام في الار نود خلاص كده. يبقى الانترنسيك جيم سواء الموسفيت او البي جي تي كان جي ام في الار نود وده كان كتعريف يعني اعلى جيم ممكن توصل ده جين عمر ما هتوصل له اصلا يعني الجين اللي هو الانترنسيك جين ده اعلى جين ممكن تخرج بيه من الموسفت او من الايه؟ من البي جي تي خلاص كده؟ طيب بص
اجيبه ازاي؟ هكتب القوانين واشوف يعني هوصل لايه من الحاجات دي. فواحده واحده بقى كده هتيجي تقول انه هجيب الاول البي جي تي لوحده وبعد كده الموسفت لوحده واقسمه على 4. فالبي جي تي لوحده كده اهو بي جي تي والموسفت لوحده، تبدا تجيب الجيم بتاع ده والجيم بتاع ده. الجيم بتاع البي جي تي اللي هو جي ام في الهارد نود بتاعته، الجي ام بتاعت البي جي تي اللي هي مين؟ اي سي على اي سي على البي تي. بعد كده اي سي على البي تي في الار نود، خلاص كده. طيب الموسفت الجي ام في الار نود اللي هي هتبقى عباره عن ايه؟ طبعا بالمره بقى الار نود دي اللي هي مين؟ في اي على الاي سي على البي تي في الفي اي على الاي سي، صح كده؟ الله يفيد مع ده. يبقى انا في اي على البي تي. حد عنده اعتراض على كده؟ طيب ليه عملت كده؟ لان انا مش شايف بعيني حاجه اسمها ار نود في في الاجابات، صح ولا لا؟ فخلاص جايب لي كله دلوقتي في الجي اي والبي تي. طب هنا بقى جي ام في الار نود، هل من المنطقي ان انت تشيل الجي ام بقانون الجذر بتاع الدبليو على ال؟ لا، اسهل حاجه اللي هي 2 اي دي على الفي اوفر درايف، صح كده؟ تمام؟ طيب الار نود بتاعه الموسفت بتبقى ايه؟ الار نود بتاعه الموسفت واحد على لامدا واحد على لامدا اي دي، خلاص كده؟ واحد على لامدا اي دي. فمن هنا هتلاقي الاي دي هيطير مع الاي دي، هيطلع معاك في الاخر 2 على الفي اوفر درايف لامدا، ده كده الايه؟ جي ام في الار نود. انا عايز اجيب النسبه اللي ما بين الاثنين دول، فيبقى يبقى اذا الانترنسيك جين بتاع البي جي تي على الانترنسيك جين بتاع الموسفت هيساوي ده على ده اللي هو في اي على بي تي على الثاني اللي هو هيبقى لامدا في اوفر درايف على بي درايف. لحد كده في مشكله؟ طيب ده بقى مش موجود هنا، يبقى لازم استغل بقى المعلومه دي. لامدا ايكوال 1 على في اي، يعني اذا الكلام ده هيبقى في اي على في تي و في اوفر درايف على 2 واللامدا شيلها ب 1 على في، فده هيطير مع ده هيطلع في اوفر درايف على ايه؟ على 2 جي. يبقى انت هتختار خلاص؟ طيب الفكره دي واضح؟ ماشي؟ طيب كفايه كده المعلومه.